حبايبنا الحلوين طلاب الصف الاول الثانوي، ايه الاخبار؟ يا رب كل حاجه تكون ماشيه معاكم كويس. الفتره اللي فاتت في طلبه كتير كلمتنا حابين يكملوا معانا سواء اونلاين او في السنتر. طبعا احنا كنا جارين في المنهج، يعتبر مخلصين نص المنهج بتاعنا سواء في الالجبرا سواء في الترجنومتري سواء في الجيومتري. طب تعمل ايه؟ تيجي معانا ازاي؟ كنا قلنا هننزل ريفيجن على كل اللي شرحناه قبل كده سواء في شهر 2 او شهر 3. فانت دلوقتي ممكن تلم الدنيا معايا في الفيديو ده وكمان تمتحن امتحان الشهر زيك زي الطلبة بتاعتنا، وبعد كده لو ان شاء الله درجتك عدت النص في امتحان الشهر، يعني عملت باص للإجزام بتاعنا، فتقدر تكمل معانا بمنتهى السهولة ان شاء الله. في الفيديو ده هنراجع كل اللي فات، فتعالى بص معايا كده. تعالى الاول نبدأ بفرع الترجنومتري. كنا شرحنا فيه الترجنومتريك ايدنتيتيز، وقبل الترجنومتريك ايدنتيتيز عملنا ريفيجن كده على اللي فات. يعني مثلا قلنا الكوزاين كان الريسيبروكال بتاعها 1 على سيك، والسيك هي 1 على كوزاين، والساين هي 1 على كوزيك، او الكوزيك هي 1 على ساين، والتان هي ساين على كوزاين او 1 على كوتان او سيك على كوزيك، والكوتان هي كوزاين على الساين او 1 على تان او كوزيك على سيك. وقلنا اي اتنين ريسيبروكلز اعمل لهم ملتبلاي يديني 1، والكلام ده مش جديد عليك، انت كنت خدته الترم اللي فات. لو عملت ساين ملتبلاي كوزيك يديني 1، لو عملت تان ملتبلاي كوتان يديني 1. طيب تمام. وبعد كده كنا قايلين اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 1، وكانت الاكس هي الكوزاين والواي هي الساين، فانا اقدر اقول الكوزاين سكوير بلس ساين سكوير ايكوال 1. ده بقى الدرس بتاعنا، كوزين سكوير بلس ساين سكوير ايكوال 1. يعني اقدر العب معاك واقول لك اودي الساين سكوير الصايد الثاني، فيطلع قانون جديد ان كوزين سكوير ايكوال 1 ماينس ساين سكوير، وممكن اودي الكوزين سكوير هي اللي الناحيه الثانيه، فتبقى ساين سكوير ايكوال 1 ماينس كوزين سكوير. طيب ايه رايك لو عملت ديفايدد المساله بتاعتي كلها ديفايد الكوزين سكوير، فكوزين سكوير على كوزين سكوير يديني 1. طب بلاش، ايه رايك لو من هنا عملت ديفايدد ساين سكوير، كوزاين سكوير على ساين سكوير يديني كوتان، طب ساين سكوير على ساين سكوير يديني 1، طب 1 على ساين سكوير يديني كوزيك، يطلع قانون جديد، ومنها اقدر العب نفس اللعبه اودي السايد الثاني ال1، فتبقى كوزيك سكوير ماينس 1 تساوي الكوتان سكوير، وممكن ما اوديش ال1 اودي كوتان، فيطلع كوزيك سكوير ماينس كوتان ايكوال 1. طب ايه رايك لو ما عملتش ديفايد الساين سكوير وعملت ديفايد كوزاين سكوير؟ طيب كوزاين سكوير ديفايد كوزاين سكوير يديني 1، طب ساين سكوير ديفايد كوزاين سكوير يديني تان سكوير، طب 1 على كوزاين سكوير يديني 6 سكوير. طيب حلو قوي، نلعب هنا، نودي ال1 مره الناحيه الثانيه، فتبقى تان سكوير ايكوال 6 سكوير سيتا ماينس 1، وممكن ما اوديش ال 1 وودي التان، فتبقى 6 سكوير سيتا ماينس تان سكوير سيتا ايكوال 1. وهنا يطلع القوانين بتاعتي دي كلها. هل هي دي قوانين بس؟ لا، قلت لك ممكن العب معاك باي طريقه، ما ممكن ازود هنا 2 وازود هنا 2، فبدل ما يطلع الانسر 1 يطلع الانسر 2. ممكن اعمل هنا ملتبلاي نيجاتيف 1 وهنا ملتبلاي نيجاتيف 1، فدي تبقى نيجاتيف كوزاين سكوير سيتا ماينس نيجاتيف ساين سكوير سيتا، فدي بدل ما تبقى 1 تبقى نيجاتيف 1، واقدر العب في كل القوانين دي بنفس الطريقه. طيب حضرتك كنت قايل لي شرطين مهمين جدا، ايه هما الشرطين؟ اول حاجه في الجزء ده لازم طالما قلت ساين سكوير سيتا بلس كوزاين سكوير سيتا او اي قوانين من التسعه اللي قدامك، لازم الشكل او المنظر اللي جوه الساين والكوزاين يبقى واحد. يعني هنا سيتا هنا سيتا، هنا اكس هنا اكس، هنا زد هنا زد، عشان يبقى الانسر 1. يبقى كوزاين سكوير سيتا بلس ساين سكوير سيتا ايكوال 1، طب ساين سكوير سيتا بلس كوزاين سكوير الفا او اي حاجه ثانيه غير السيتا، لا ما تطلعش ب1. فلازم شرط من الشروط ان لازم يبقى جوه الساين سكوير والكوزاين سكوير نفس الانجل عشان اقول ان هي ايكوال 1. دي اول حاجه. ثاني حاجه لازم هيبقى على الساين والكوزاين باور 2. طب لو عليها باور 3 لا ما تبقاش ايكوال 1. طب عليهاش اصلا باور مثلا باور 1 برضو ما تبقاش ايكوال 1. تمام، يبقى انت عندك شرطين مهمين قوي، لازم يبقى على الكوزاين والساين باور 2، تاني حاجه لازم الانجل اللي جوه تبقى واحده. تاني حاجه كان عندي الفورس كواد بتوعي، كان اول كواد كل تريك فانكشن فيه بالبوزيتيف والانجل فيه بتطلع
زي ما هي، وممكن اقول 90 minus الثيتا يبقى انا في الفيرست كواد. في السكند كواد كملت الساين والريسيبروكال بتاعه اللي هو الكوزيك، وفي السكند كواد كنت اقول 90 بلس ثيتا او 180 minus ثيتا. في الثيرد كواد كنت اقول التان والكوتان هما بس اللي بالبوزيتيف، وفي الثيرد كواد بقول 180 بلس ثيتا او 270 minus ثيتا. في الفورس كواد كنت اقول الكوزاين والسيك بس هما اللي بوزيتيف، و 270 بلس ثيتا او 360 minus ثيتا. يبقى انا في الفورس كواد كنت اقول لك اشتغل بال 180 minus ثيتا والثيتا وال 180 بلس ثيتا و 360 minus ثيتا، دول اللي تشتغل بيهم، انما ال 270 وال 90 ما بشتغلش بيهم غير لو هو الزمن. تمام تمام. الباي دي كانت ثيتا راد، عشان تحولها لدجري كنت بتشيل الباي تحط مكانها 180، ولو كنت عايز تحول من الثيتا راد لثيتا دجري فكنت بتقول لي كده ثيتا راد ملتبلاي 180 اوفر باي عشان اجيب الثيتا دجري، انما لو كنت عايز تجيب الثيتا راد ومعاك الثيتا دجري فكنت بتقول لي ثيتا دجري ملتبلاي باي اوفر 180. طيب حلو قوي. بعد كده كان عندي تو انجل بيعملوا تشينج وتو انجل ما بيعملوش تشينج للتريك فانكشن. التو انجل اللي كانوا بيعملوا تشينج هي 90 وال 270. يعني ايه يعملوا تشينج؟ يعني الساين تبقى كوزاين، التان تبقى كوتان، السيك تبقى كوزيك، اند فايس فيرسا، يعني كوزاين تبقى ساين والكوتان تبقى تان والكوزيك تبقى سيك. طيب حلو قوي. ايه التو انجل اللي ما بيعملوش تشينج للتريك فانكشن؟ ال 180 وال 360 دول ما بيعملوش تشينج للتريك فانكشن، انما باخد بالي بس انا شغال في انهي كواد. طيب تعال نشوف اكزامبلز على الكلام ده. اول سؤال بيقول لك 1 بلس كوتان سكوير ثيتا ايكوال 1 بلس كوتان سكوير ثيتا. بص كده اهو بعينيك بسرعه، لسه قايل لك 1 بلس كوتان سكوير ثيتا ايكوال كوزك سكوير ثيتا، يبقى الانسر يطلع كوزك سكوير ثيتا اللي هي نمبر دي. نمبر 2 يقول لك ذا سيمبلست فورم اوف ذا اكسبريشن ساين اكس كوزاين اكس تان اكس بلس ساين اكس كوزاين اكس كوتان اكس اوفر ساين اكس سيك اكس. نمشي واحده واحده. انت عايز توصل الشكل ده تو ذا سيمبلست فورم، يبقى ساين ملتبلاي كوزاين ملتبلاي تان ادي ساين مش هقدر اعمل فيها حاجه. طب الكوزاين ما اقدرش اعمل فيها حاجه. طب التان؟ قال لي التان ممكن اشيلها اخليها ساين اوفر كوزاين بلس هنا ساين اكس برضو مش هقدر اعمل فيها حاجه، كوزاين اكس مش هقدر اعمل فيها حاجه، كوتان اقدر اشيلها احط مكانها كوزاين اكس على ساين اكس. طب ليه انا شلت الكوتان حطيت كوزاين على ساين ما حطيتهاش وان على تان؟ عشان بدماغي كده هنا في كوزاين وساين فاقدر اخليها حاجه شبهها، وتحت ساين السك ممكن اخليها وان على كوزاين. طب وان على كوزاين ملتبلاي ساين يديني ساين اكس على كوزاين اكس، ضربت الوان في الساين والكوزاين تحت مضروبه في وان فيطلع ساين اكس اوفر كوزاين اكس. نمشي واحده واحده بقى كده. بص معايا، لو بصيت بعينيك هتلاقي كوزاين اكس تروح مع كوزاين اكس، وساين اكس ملتبلاي ساين اكس يديك ساين اكس سكوير. وعيب عليك يا حبيبي ما تبقاش عارف تعمل الكلام ده، انت كبير وفي اولى ثانوي وشطور. دي كوزاين اكس فوق ودي كوزاين اكس فوق، لما اضربهم في بعض يديني كوزاين اكس سكوير او كوزاين سكوير اكس، ودي ساين اكس فوق ودي ساين اكس تحت يروحوا مع بعض. ابص بقى تحت هنا بقت ساين اكس على كوزاين اكس اللي هي تان الاكس. طب ما ساين سكوير اكس بلس كوزاين سكوير اكس يديني 1 اوفر تان اكس. طب اهو بقى 1 اوفر تان اكس ايكوال كوتان اكس. طيب حلو قوي، يبقى الانسر بتاعي يطلع كوتان اكس اللي هي نمبر A. اكزامبل نمبر 3 اوفر 1 بلس تان سكوير ثيتا بلس 3 ساين سكوير ثيتا. اولا ال 3 اهي اوفر 1 بلس تان سكوير ثيتا بسك سكوير ثيتا بلس 3 ساين سكوير ثيتا، صح؟ السك سكوير دي تحت صح؟ مش السك سكوير دي هي عبارة عن 1 على كوزاين سكوير؟ اه، وانا عندي فوق في 3، عندك 3 فراكشنز يبقى تحت اللي تحت فوق، اقدر اطلع تحت اللي تحت فوق بالمالتبلاي فيطلع الانسر 3 كوزاين سكوير اكس.
فمن الاول خالص لو لقيت سيك تحت ممكن تطلعها فوق بالكوزاين، ولو لقيت كوزاين تحت ممكن تطلعها فوق بالسيك، نفس الفكره. فيبقى عندي دي كلها طلعت ب 3 كوزاين سكوير اكس بلس 3 ساين سكوير سيتا، سوري مش اكس دي خليها سيتا، تمام؟ ايكوال. لو بصيت بعينيك انت كان عندك كوزاين سكوير بلس ساين سكوير ايكوال 1، انا زودت هنا 3 وزودت هنا 3 فيطلع الانسر 3 بدل 1. طب مش عارف تجيبها كده، ممكن تاخد 3 كومون، يتفضل كوزاين سكوير سيتا بلس ساين سكوير سيتا، واقفل البراكت كده، كوزاين سكوير بلس ساين سكوير ب 1 ملتبلاي 3 فيطلع الانسر ب 3 اللي هي نمبر A. تعال نشوف اكزامبل كمان. اكزامبل نمبر 4 يقول لك if 10 سيتا ايكوال 3 then 6 سكوير سيتا ايكوال. اولا 6 سكوير سيتا هي عباره عن 1 بلس 10 سكوير سيتا، مظبوط. اولا انا محتاج يبقى معايا 10 سكوير سيتا، بس انا معايا 10 بس، 10 سيتا ب 3، ايه المشكله؟ ما تعمل سكويرنج للبوث سايدز. لما اعمل سكويرنج للبوث سايدز هتبقى 10 سكوير السيتا ايكوال 9، فنقدر هنا اشيل ال 10 احط مكانها 9، فيبقى 9 بلس 1 ايكوال 10، فيطلع 6 سكوير السيتا ايكوال 10 اللي هي نمبر B. حلوه قوي. اكزامبل نمبر 5 ساين سكوير اكس بلس كوزاين سكوير اكس بلس كوتان سكوير اكس ايكوال. اولا نمشي تاتا تاتا، ساين سكوير بلس كوزاين سكوير يديني 1 بلس كوتان سكوير اكس، ارجع كده بالذاكره، 1 بلس كوتان سكوير يديني كوزك سكوير الانجل اللي هي نمبر سي. طيب حلو قوي. نمبر 6 ساين سيتا على كوزك سيتا بلس كوزاين سيتا اوفر سيك سيتا ايكوال. لسه قايل لك من شويه لو عندك الكوزك تحت تقدر تطلعها فوق بساين، فيبقى ساين ملتبلاي ساين، ساين ملتبلاي ساين يعني ساين سكوير سيتا بلس عندك سيك تحت تقدر تطلعها فوق بالكوزاين، كوزاين ملتبلاي كوزاين يديني كوزاين سكوير سيتا. طب ما عندي كوزاين سكوير بلس ساين سكوير، يبقى الانسر 1 اللي هي نمبر دي. اكزامبل نمبر 7 السؤال ده موجود في كتاب المعاصر، بيقول لك ساين سكوير 5 بلس ساين سكوير 10 بلس ساين سكوير 15 بلس اند سو اون لحد ساين سكوير 9 ايكوال كام؟ اقول لك انا كده ايه فكره السؤال ده، تعالى كده جرب، خد ساين سكوير 5 بلس ساين سكوير 85 على الكالكليتور احسبها كده هتلاقي الانسر طالع ب 1. وجرب نفس الكلام ساين سكوير 10 بلس ساين سكوير 80، اي 2 كومبلمنتري انجل يعملوا مع بعض 90، اجمع كده 10 و 80 يديك 90 صح؟ احسب تلاقي برضو الانسر 1. طب جرب ساين سكوير 15 بلس ساين سكوير 75 وساين سكوير 20 بلس ساين سكوير 70 وساين سكوير 25 بلس ساين سكوير 65 وساين سكوير 30 بلس ساين سكوير 60 وساين سكوير 35 بلس ساين سكوير 55 وساين سكوير 40 بلس ساين سكوير 50. احسب كل واحدة من دول كده واحدة واحدة كده على الكالكليتور هتلاقي الانسر بتاع كل واحد فيهم طالع ب 1. طب ايه اللي تفضل كده؟ اللي تفضل معايا ساين سكوير 90 لوحدها، وتفضل معايا ساين سكوير 45. احسب كده ساين سكوير 90 هتلاقيه طالع ب 1، طب احسب ساين سكوير 45 هتلاقيه طالع ب هاف. بس خلاص اجمع بقى كل واحده من دول 1 بلس 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 1، احسب دول كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اند هاف، فيطلع الانسر بتاعك 9 اند هاف. اكزامبل نمبر 8 بيقول لك اف كوزك سيتا ماينس كوتان سيتا ايكوال 1 اوفر 5 زين كوزك سيتا بلس كوتان سيتا ايكوال.
اولا انا من القانون بتاعي كوزك سكوير سيتا ماينس كوتان سكوير سيتا ايكوال 1. والفكره دي مش هتيجي في دماغك غير لو سمعتها قبل كده. ففي افكار وفي مسائل لازم تسمعها وتشوفها بعينيك وتدرب نفسك عليها بايدك علشان تعرف تحلها. ده لازم، مش عيب فيك ان انت تشوف المساله دي وما تعرفش تحل. التدريب الكتير هو اللي يخليك تحل اي مساله. اوكي، كوزين او كوتان سكوير، وادي كوزك سكوير وكوتان بالنيجاتيف ايكوال 1. ايه رايك لو عملت للشكل ده فاكتورايزيشن؟ يعني ايه فاكتورايزيشن؟ ادي تو براكتس، هنا كوزك وهنا كوزك، هنا كوتان وهنا كوتان، مظبوط. الكوتان بالنيجاتيف فهحط واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف، والكوزك بالبوزيتيف فيبقوا الاثنين لايك بالبوزيتيف. طيب حضرتك قلت لي كوزك سيتا ماينس كوتان سيتا اللي هي دي ب 1 اوفر 5، الكلام ده بيساوي 1 ملتبلاي كوزك سيتا بلس كوتان سيتا. طب حضرتك عايز ايه؟ مش عايز كوزك سيتا بلس كوتان سيتا اهي، مش دي اللي انت عايزها، فلازم دي تبقى لوحدها. يبقى اعمل 1 ديفايدد 1 ديفايدد 1 على 5. اعمل 1 ديفايدد 1 على 5 على الكالكليتور، هتلاقي الانسر طالع معاك ب 5. يبقى كوزك سيتا بلس كوتان سيتا ايكوال 5. نمبر 9 بيقول لك ان ترينجل اي بي سي if sin square a plus cosine square b equal 1 then triangle ABC is. اولا لسه قايل لك من شويه ان ما ينفعش sin square plus cosine square يبقوا equal 1 الا لو اتحقق شرطين. ايه هما الشرطين؟ يبقى على الساين سكوير ويبقى على الكوزاين سكوير. تاني شرط لازم الانجل اللي جواهم تبقى واحده، الانجل اللي جواهم تبقى واحده. يعني هنا لازم الاي ميجر انجل A تبقى ميجر تبقى بتساوي ميجر انجل B. ده لازم ما دام ايكوال تو 1. طب ايه الترينجل بقى اللي بيبقى فيه تو انجل قد بعض؟ ايه الترينجل اللي بيبقى فيه تو انجلز قد بعض؟ كنا بنسميه ايسوسلس ترينجل. تمام. اكزامبل نمبر 10 بيقول لك بروف ذات identity sin theta multiply sin 90 minus theta multiply tan theta equal 1 minus cosine square theta. اولا همسك الليفت هاند سايد، الليفت هاند سايد ادي sin theta مش هقدر اعمل فيها حاجه، لكن sin 90 minus theta اقدر اعمل فيها حاجه. ال 90 تعمل تشينج فتخلي sin cosine theta multiply tan theta، مظبوط. انا كده ماسك، خلي بالك، الليفت هاند سايد. طب ما التان دي اقدر برضه اشيلها واكتب مكانها ساين على كوزاين. مظبوط. يبقى انا عندي ساين سيتا اوفر كوزاين سيتا. طب ما الكوزاين دي تروح مع الكوزاين دي، ايه اللي تفضل؟ تفضل ساين ملتبلاي ساين اللي هي ساين سكوير سيتا. طب ما ساين سكوير سيتا هي عباره عن 1 ماينس كوزاين سكوير سيتا. يبقى انا وصلت الليفت هاند سايد للرايت هاند سايد، يبقى انا كده عملت بروف مظبوط. محدش يقول لي يا مستر انا امتحاني تشوز، محدش عارف امتحانك ايه لحد دلوقتي، تمام؟ محدش عارف. فحضرتك زي ما اتفقنا احنا بنتعلم واللي يجي لنا يجي لنا، اتدرب على كل حاجه واللي يجي لك يجي لك. كده بفضل الله نكون خلصنا الجزء بتاع التريجنومتري. تعال نخش على الجزء بتاع الالجبرا. الالجبرا خدنا حاجه اسمها ماتريسيز، وقلنا الماتريسيز هي ارنجمنت اوف داتا، والماتريكس هي مفرد الماتريسيز. ماتريسيز اكتر من ماتريكس، انما ماتريكس هي ماتريكس واحده. الماتريكس دي نوتد باي كابيتال ليتر، ممكن اسمي الماتريكس بتاعتي باي كابيتال ليتر. الاوردر في الماتريكس ده معناها يعني في الماتريكس دي كام رو وكام كولم، فيها كام رو وكام كولم. يعني ايه رو؟ يعني صف. يعني ايه كولم؟ يعني عمود. تمام. دايما بيديك ماتريكس زي مثلا كده ماتريكس A 2 3، دايما اول رقم بيبقى بتاع الرو، تاني رقم بيبقى بتاع الكولم وانت مغمض. تمام. عندي الماتريكس بيبقى فيها شويه سبيشال كيسز، زي مثلا السكوير ماتريكس. يعني ايه سكوير ماتريكس؟ يعني عدد الرو فيها قد الكولم. يعني ايه رو ماتريكس؟ يعني فيها 1 رو اونلي. طب يعني ايه كولم ماتريكس؟ يعني فيها اونلي 1 كولم. طب يعني ايه زيرو ماتريكس؟ يعني اول اليمنت ان ماتريكس ايكوال تو زيرو، وإليمنت يعني الأرقام اللي جوه الماتريكس.
وبنحط لها denoted by zero كده او حرف الاو. وفي بعض الكتب بتحط لها square او rectangle كده عشان برضو لو لقيتها ما تتخضش، ده معناها ان هي zero matrix. بعد كده عندك الدياجونال ماتريكس. دياجونال ماتريكس يبقى شكله زي ما انت شايف كده. الاوردر بتاع الماتريكس دي فيها كام رو؟ 1 2 3. فيها كام كولم؟ 1 2 3. يبقى فيها 3 روز و 3 كولم. الشكل ده بيبقى بتاع الدياجونال ماتريكس. عندك ابر ولور تريانجلر ماتريكس. لور تريانجلر ماتريكس زي ما انت شايف كده، ده بنسميه لور تريانجلر ماتريكس، وده بنسميه ابر تريانجلر ماتريكس. لازم يبقوا بزيرو. وعندك هنا الدياجونال بتاع الماتريكس بيبقى باي ارقام، وهنا نفس الكلام، بس ده لو الاوردر بتاعها 2 ملتبلاي 2 يعني فيها 2 روز وفيها 2 كولمز. طيب بعد كده عندي الايدنتيتي ماتريكس او اليونت ماتريكس. هي هي الدياجونال ماتريكس، بس الفرق بينها ان الدياجونال بتاعها ب1 تمام، ودي بتحط لها دي نوتد باي اي كابيتال كده. يبقى لو حطيت لك اي كده يبقى انا اقصد ان انا عايز اليونت ماتريكس. ملتبلاي ريال نمبر باي ماتريكس، اخد رقم ماشي، اديك رقم اقول لك اعمله ملتبلاي اي ماتريكس، تاخد الرقم ده تعمل له ملتبلاي كل الاليمنتس اللي جوه الماتريكس. يعني مثلا سي قلت لك اعمل 2 ملتبلاي الماتريكس دي، هتاخد ال2 تضربها جوه كل اليمنت جوه الماتريكس تمام. ده كده انت بتعمل ملتبلاي ليه ريال نمبر ملتبلاي ماتريكس. بعد كده خدنا حاجه اسمها ماتريكس ترانسبوز، كنت احط لك على الماتريكس حرف التي كده، ده معناه ان بقلب الرو كولم او الكولم لو، الاريح لك بتعمله تمام. ده معناه ان انا لو عندي الماتريكس بتاعتي الاوردر بتاعها اي وجي، او الرقم بتاع الرو تاني رقم بتاع الكولم، فالماتريكس لما اعمل لها ترانسبوز الاي، لما اعمل لها ترانسبوز هتبقى بدل اي وجي هتبقى جي واي، لان انا ببدل الرو مع الكولم تمام. نقطة مهمة جدا، لو عايز ترجع الماتريكس لأصلها بتعمل لها ترانسبوز مرتين تمام. بعد كده عندك الايكوال ماتريسيز. يعني ايه ايكوال ماتريسيز؟ يعني هما الاثنين عندهم نفس الاوردر، ده شرط، هما الاثنين عندهم نفس الاوردر، وكمان their corresponding element are equal. الاليمنتس هنا وهنا واحد، هنا زي هنا بالظبط corresponding element تمام. طيب symmetric and semi-symmetric او skew symmetric matrix. يعني ايه symmetric و skew symmetric؟ لو انت عندك matrix عملت لها transpose، عملت لها transpose وطلعت هي هي نفس matrix بنسميها symmetric matrix. انما لو عملت لها transpose ولقيتها عكسها في الاشارة، عكسها، بنسميها semi-symmetric او skew symmetric. طيب يعني ايه skew symmetric؟ زي ما اتفقنا skew symmetric، تاخد بالك من الحته دي، دايما الدياجونال في السكيو symmetric بيبقى بزيرو، دايما الدياجونال بيبقى بزيرو. وخلي بالك الاليمنت اللي هنا بيبقى عكس الاليمنت اللي هنا، والاليمنت اللي هنا بيبقى عكس الاليمنت اللي هنا، والاليمنتس اللي هنا بيبقوا برضو عكس بعض. طيب حلو قوي تمام. طيب السيمتريك بقى، السيمتريك ممكن الدياجونال يبقى باي ارقام عادي ماشي، وممكن يبقى بزيروهات برضو، بس برضو دول بيبقوا زي بعض بقى، هنا هنا بيبقوا زي بعض مش عكس بعض، وبرضو دول زي بعض ودول زي بعض، دي في السيمتريك مش السكيو او السيمي سيمتريك. بعد كده تعالى ناخد الاوبريشن اون ماتريسيز. اوبريشن يعني ادينج سبتراكتنج ملتبلاي ديفايدد. هنا في الماتريسيز ما عندناش ازاي نعمل ديفايدد تو ماتريكس، ما عندناش ان احنا نعمل ديفايدد لتو ماتريكس. ان شاء الله في الفيديو بتاع الريفيجن الجاي هناخد حاجه بقى شبيهه اسمها ملتيبليكاتيف انفرس شبيهه للديفايدد، لكن احنا اللي هنتعلمه في الاوبريشن بلس ماينس ملتيبلاي. ازاي اعمل بلس او ماينس لتو ماتريسيز؟ اولا لازم يبقوا عندهم نفس الاوردر، لازم هما الاثنين يبقى عندهم نفس الاوردر، او لو هعمل سم او سبتراكت لاكثر من ماتريكس يبقى لازم يبقى عندهم نفس الاوردر تمام. بعمل كل element بلس الاليمنت اللي زيه في الماتريكس الثانيه. يعني سي مثلا عندي هنا الماتريكس دي بلس الماتريكس دي مثلا، لازم بص هعمل ده الاليمنت اللي هنا بلس الاليمنت اللي هنا، والاليمنت اللي هنا بلس الاليمنت اللي هنا، والاليمنت اللي هنا بلس الاليمنت اللي هنا، وهكذا تمام. او لو اعمل لهم ماينس نفس الكلام. بعد كده عندك نوتايه مهمه جدا، لو بعمل اي ماتريكس بلس زيرو ماتريكس او زيرو ماتريكس بلس اي ماتريكس اديني نفسها، انما لو بعمل الماتريكس بتاعتي بلس الاديتيف انفرس بتاعتها
اديتيف انفرس يعني عكسها في الاشارات يديني زيرو ماتريكس، وايه بلس بي الاول ترانسبوز ده معناه اني بوزع التي على كل ماتريكس فتبقى بتساوي اي ترانسبوز بلس البي ترانسبوز. بعد كده ناخد الماتريكس ملتيبليكيشن ازاي تعمل لتو ماتريكس ملتيبلاي وينفع اصلا تعمل لهم ملتيبلاي ولا لا. تعالى نشوف، عشان تعمل لاي تو ماتريسيز ملتيبلاي لازم الاوردر بتاعهم، خلي بالك الاوردر بتاعهم number of column of first لازم يبقى بيساوي number of row of second، دول لازم يبقوا بيساوي بعض. يبقى number of column of first بيساوي number of row of second عشان ينفع اعمل multiply. طب الاوردر بتاع الماتريكس الجديدة اللي هتطلع تعرف تقولي هي بكام من غير ما تعمل multiply؟ اه، لو عايز تطلع الاوردر بتاع الماتريكس الجديدة اللي هتطلع بيبقى number of row of first multiply number of column of second، ده الاوردر بتاع الماتريكس الجديدة اللي هتطلع. تاخد بالك من المعلومة دي، الله يبارك لك. تمام، طب ازاي بقى بعمل لهم multiply؟ بتعمل multiply كده، بتاخد الرو تعمله multiply كولم بتاع التاني، بتاخد الرو بتاع الاولاني تعمله multiply كولم كلها بتاعت التاني. حتى بص الموضوع خلصان. عندك بقى كام ريمارك هنا كده، بقول لك if A is square matrix then A power 2 equal A multiply A. حضرتك اي ماتريكس احط لك عليها باور، سواء بقى باور 2 سواء باور 3 سواء باور 5، ده مش معناه ان انا باخد كل رقم جوه الماتريكس احط له باور 2 او باور 3 او باور 4 او باور 5. امال ده معناه ايه؟ ده معناه لو عليها باور 2 بعمل الماتريكس بتاعتي multiply مرتين، طب لو عليها باور 3 بعمل الماتريكس بتاعتي multiply 3 مرات، وهكذا. تمام، اوعى تاخد كل المنت تسكوره او تعمله باور 3 او تعمله باور 4 او تعمله باور 5، الكلام ده مش صحيح. تمام، بيقول لك even A is not square matrix، فده معناه ان ما ينفعش تعمل اصلا الكلام اللي انا بقوله ده، الماتريكس بتاعتك تبقى undefined. note، انا قلت لك من شويه ان ال A بلس ال B الاور ترانسبوز، ده معناه ان A ترانسبوز بلس ال B ترانسبوز. انما لو قلت لك AB الاور ترانسبوز، تاخد بالك دول معمول لهم ملتبلاي، انما دول معمول لهم سم او سبتراكت. لو معمول لها ملتبلاي بقى، لو معمول لها ملتبلاي ده معناه ان الاي بي ترانسبوز كلها اهي، ده معناه ان البي ترانسبوز اللي هو الثاني ملتبلاي الاي ترانسبوز. تمام، تمام، حلو قوي. فده معناه ان الاي بلس البي الاول ترانسبوز عمرها ما تساوي اي ملتبلاي بي الاول ترانسبوز. طيب تعال نشوف اكزامبلز على الكلام ده، وسامحني طولت عليك. تعال نشوف اكزامبل نمبر 1، بيقول لك اذا ماتريكس اي اوف اوردر 3 ملتبلاي 2، ركز بقى، وماتريكس اي بي الاوردر بتاعها 3 ملتبلاي 2، زين ماتريكس بي از اوف اوردر، اولا انت عندك ماتريكس اي ب 3 ملتبلاي 2، وعندك ماتريكس اي ملتبلاي بي اللي هي الماتريكس الجديده اللي هعمل اي ملتبلاي بي ملتبلاي هيديني الماتريكس دي. ماشي، الـ AB الاوردر بتاعها 3 ملتبلاي 1. خلي بالك هو عايز الاوردر بتاع ماتريكس B. انا من شوية قلت لك عشان تعمل A ملتبلاي B لازم يبقى number of column of first بيساوي number of row of second، فمعنى ان هو عمل لهم ملتبلاي وطلع الاوردر، ده معناه ان الكولن بتاع الفيرست بيساوي الرو بتاع السكند. وقلت لك كمان الاوردر بتاع الماتريكس الجديدة اللي بتطلع منين؟ تطلع من الرو بتاع الاولاني ملتبلاي الكولم بتاع التاني. طب ما الرو بتاع الاولاني اهو، يبقى الكولم بتاع التاني ب1، فالاوردر بتاع ماتريكس بي يطلع 2 ملتبلاي 1 اللي هي نمبر A. اكزامبل نمبر 2، بيقول لك if A is a zero matrix its order 3 ملتبلاي 3 then the number of elements of the matrix equal. هقول لك طريقة صحيحة، لو عايز تعرف الاليمنتس في اي ماتريكس وهو مديك الاوردر اعملهم ملتبلاي، 3 ملتبلاي 3 يديك 9. انما بقى لو عايز تفهم تعال فهمك، هي اسمها زيرو ماتريكس، بيقول لك الاوردر بتاعها 3 ملتبلاي 3. يعني ايه 3 ملتبلاي 3؟ يعني فيها 3 روز كده، 3 روز فيها كام كولم؟ 3 برضو، ادي اول كولم، ادي تاني كولم، ادي تالت كولم. عد بقى الاليمنتس اللي جوه هتلاقيهم طالعين ب 9. عايز تجيبها على طول اضرب الرو في الكولم يديك عدد الاليمنتس. نمبر 3، بيقول لك if A is a symmetric matrix then which of the following can be a rule to deduce the elements of matrix A. اولا بص معايا انا هعمل ايه، هي symmetric matrix صح، انا من شويه
قلت لك بدام هي سيمتريك ده معناه ان الاليمنت اللي هنا لازم يساوي الاليمنت اللي هنا، والاليمنت اللي هنا لازم يساوي الاليمنت اللي هنا، والاليمنت اللي هنا لازم يساوي الاليمنت اللي هنا، وده الدياجونال بتاعي. مظبوط مظبوط. حضرتك هنا بيقول لك انهي رول من الاربعه اللي قدامك ينفع تبقى اسكيو او سوري تنفع تبقى سيمتريك ماتريكس. طيب اولا تعالى نكتب الماتريكس بتاعتنا كده بالترتيب. دي مثلا الاوردر بتاعها 3 ملتبلاي 3 صح؟ فانت جوه بدام الماتريكس بتاعتك اسمها ايه بتحط جوه الماتريكس ايه سمول ايه سمول ايه سمول. تمام؟ انت هنا واقف في انهي رو؟ الرو الاول. في انهي كولم؟ الكولم الاول. فدي بنسميها A11. انما دي انا واقف في انهي رو؟ الرو الاول برضو. طب في الكولم الثاني؟ طول ما انت ماشي من الشمال لليمين بتزود الرقم بتاع الكولم بس، طول ما انت ماشي من فوق لتحت بتزود الرقم بتاع الرو بس. تعال نكمل. انا هنا في انهي رو؟ في الرو الاول الكولم الثالث. هنزل بقى تحت، بص هنزل هنا، فدي بدل ما تبقى 1 تبقى 2 1. طب هنا تبقى 2 2، هنا تبقى 2 3. خلاص الموضوع بقى لعب عيال بالنسبه لي. هنا هنزل فتبقى 3 1، هنا تبقى 3 2، هنا تبقى 3 3. تعال بقى بص كده بيقول لك ايه اي جي ايكوال تو اي ماينس جي. يعني ايه؟ يعني خد كل اليمنت اعمل الرو ملتبلاي 2 ماينس الكولم. تعال نجرب مثلا هنا A12، مش احنا متفقين لازم دول يبقوا واحد ولازم دول يبقوا واحد ولازم دول يبقوا زي بعض بالظبط؟ نجرب، نجرب الاليمنت ده مع الاليمنت ده. هنا هعمل 2 ملتبلاي الرو اللي هي 1 ماينس 2، يحسب يديك 0. طب احسب ده 2 ملتبلاي 2 ماينس 1، يحسب يديك 3. اولا دي 0 ودي 3 مش زي بعض، يبقى اول واحده ما تنفعش. طب تعال نجرب دي. بيقول لك اعمل الرو بلس الكولم، يبقى هعمل 1 بلس 2 وهنا هعمل 2 بلس 1. يحسب 2 بلس 1 يديك 3، هنا احسب 1 بلس 2 يديك 3. اه بص دول طلعوا زي بعض. طب ما تجرب اتنين كمان دول مثلا. هنا 1 بلس 3 يديني 4، طب 2 بلس 2 برضو 4. تعال نجرب دول كده A13 يديني 4 و 3 بلس 1 هنا يديني 4. اه برضو دول طلعوا زي بعض. تعال نجرب دول 2 بلس 3 يديني 5 و 3 بلس 2 يديني 5. اه بص دول كده طلعوا زي بعض ودول طلعوا زي بعض ودول طلعوا زي بعض، يبقى هي دي الرول اللي تخليها سيمتريك ماتريكس. تمام. اكزامبل نمبر 4 مديك ماتريكس اكس ومديك ماتريكس واي وبيقول لك زين الواي اكس ايكوال ايه. واي اكس يعني حضرتك هتاخد ماتريكس واي تعمل لها ملتبلاي ماتريكس اكس. صح مظبوط. اولا انت عايز تعمل لهم ملتبلاي. الاوردر بتاع ماتريكس دي 1 ملتبلاي 2 والاوردر بتاع ماتريكس دي 2 ملتبلاي 1. ببص بعينيا نمبر اوف كولم اوف فيرست بيساوي نمبر اوف رو اوف سكند. اه طب الاوردر بتاع الماتريكس الجديده اللي هتطلع الرو بتاع الاولاني ملتبلاي الكولم بتاع الثاني، فيطلع 1 ملتبلاي 1 يعني يطلع اليمنت واحد. اليمنت واحد. بص هعمل ملتبلاي ازاي؟ باخد الرو بتاع الاول ملتبلاي الكولم بتاع الثاني، نيجاتيف 3 ملتبلاي 3 نيجاتيف 9، 5 ملتبلاي 2 يديني بوزيتيف 10. احسب الكلام ده تلاقي الانسر معاك طالع ب1، فتطلع الماتريكس بتاعتك فيها اليمنت واحد 1 رو 1 كولم وهي ايكوال 1 اللي هي نمبر دي. اكزامبل نمبر 5 اكس بلس 2 ماينس 3 1 و 0 وعليها باور تي، يعني هتعمل لها ترانسبوز الاول حضرتك. تمام. ايكوال 2 0 ماتريكس زين الاكس ايكوال، اولا دي عليها باور تي صح؟ فاشيل التي واحولها بالمنظر ده. ايكوال 0 ماتريكس يعني شكلها كده. طب ليه عملتها الاوردر بتاعها 2 ملتبلاي 2؟ عشان الماتريكس دي ايكوال للماتريكس او التو ماتريسيز دول، فلازم يبقوا نفس الاوردر. كده انا حولتها من ماتريكس عليها باور تي يعني ماتريكس ترانسبوز لماتريكس عاديه. تعرف تجيب لي الاكس بقى؟ قال لي اه. اتعامل معاها اكنها ايكويجن عاديه خالص، ودي دي السايد الثاني واعكس اشارتها، فتبقى الاكس ايكوال 0 ماينس 2 يدي نيجاتيف 2، 0 ماينس 1 يدي نيجاتيف 1، 0 ماينس ماينس 3 يديني 3، 0 ماينس 0 يديني 0. فالماتريكس بتاعتي تطلع نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 و3 و0 اللي هي نمبر سي.
example number 6 بيقول لك if A is a diagonal matrix is of order 3 multiply 3 and Aij equal 5 for each i equal j then اهو تعالى ترجم لك الكلام ده هنا. انت عندك matrix الاوردر بتاعها 3 multiply 3 واسمها ايه؟ diagonal matrix. لسه قايل لك لما الماتريكس بتاعتك تبقى 3 multiply 3 وديagonal ده معناه ان عندك lower triangular matrix و upper triangular matrix صح؟ الديagonal بقى هنا الديagonal هنا بكام؟ الديagonal هنا بيقول لك 4 each i equal j equal 5. ما حضرتك هنا لو هتكتب الاليمنت هيبقى A11 هنا الاليمنت هيبقى A22 هنا الاليمنت هيبقى A33 فتلاقي الاي قد الجي الرو قد الكولم فهو بيقول لك اي اليمنت الرو قد الكولم بكام؟ ب5 اي اليمنت الرو قد الكولم بكام؟ ب5 مظبوط يبقى انت شكل الماتريكس بتاعتك كده 5 و5 و5 هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 بص بقى تعالى افكرك كده اليونت ماتريكس كانت هنا 1 هنا 1 هنا 1 هنا 0 هنا 0 هنا 0 مظبوط مظبوط ايه رايك لو ضربت 5 في اليونت ماتريكس مش دي كده يونت ماتريكس اه ضربت 5 في اليونت ماتريكس يديك الشكل اللي فوق ده فلما اضرب 5 في يونت ماتريكس يديني الشكل اللي فوق اللي ساعدتك شايفه ده فيبقى كده الانسر بتاعي هي مش يونت ماتريكس انما هي 5 في يونت ماتريكس اللي هي نمبر بي نمبر 7 مديك الـ A ترانسبوز إيكوال الكلام ده ومديك الـ A باور 2 ماينس 5A بلس 22I إيكوال A مديك الـ A ترانسبوز فلازم الأول أجيب الـ A أجيب الـ A إزاي؟ أعمل الـ A ترانسبوز ترانسبوز تاني فيبقى الشكل بتاعي 2 نيجاتيف 4 4 3 كده أنا جبت ماتريكس A هو عايز A باور 2 فاروح اجيب له A باور 2 على جنب A باور 2 يعني هاخد الماتريكس دي اعمل لها ملتبلاي نفسها بدم هي سكوير ماتريكس بعمل ملتبلاي ازاي رو في كولم 2 ملتبلاي 2 4 4 ملتبلاي نيجاتيف 4 نيجاتيف 16 2 ملتبلاي 4 يديني 8 4 ملتبلاي 3 يديني بوزيتيف 12 بعد كده نيجاتيف 4 ملتبلاي 2 يديني نيجاتيف 8 3 ملتبلاي نيجاتيف 4 نيجاتيف 12 نيجاتيف 4 ملتبلاي 4 نيجاتيف 16 3 ملتبلاي 3 بوزيتيف 9 4 ماينس 16 يديك الانسر بنيجاتيف 12 8 بلس 12 يديني 20 نيجاتيف 8 ماينس 12 يديني نيجاتيف 20 نيجاتيف 16 بلس 9 يديني نيجاتيف 7 تمام يبقى انت كده جبت الـ A سكوير بعد كده محتاج اجيب الـ 5A 5A يعني هاخد الـ 5 اضربها في ماتريكس A 5 ملتبلاي 2 10 5 ملتبلاي 4 20 5 ملتبلاي نيجاتيف 4 نيجاتيف 20 5 ملتبلاي 3 15 بس وبعد كده هات لي 22i فيبقى 22 ملتبلاي اليونت ماتريكس اللي هي دي 22 ملتبلاي 1 22 و0 و0 و22 طيب حلو قوي يبقى انا جبت كل اللي هو محتاجه تعال بقى بص معايا هنا دي الـ A باور 2 ودي 22i ودي 5a تعال بقى نحط الحاجه اللي هو عايزها بالظبط كده A باور 2 نيجاتيف 12 و20 ونيجاتيف 20 ونيجاتيف 7 تمام ماينس 5a اللي هي 10 و20 ونيجاتيف 20 و15 و22i زي ما انت شايف 22 0 و0 و22 اهو بلس 22 و0 و0 و22 تعالى بقى كده نعمل ال الاوبريشن بتاعتنا نيجاتيف 20 ماينس 10 يديني نيجاتيف 22 نيجاتيف 22 بلس 22 اه يديني 0 يبقى اول اليمنتس هنا عندي 0 حلو قوي بعد كده 20 ماينس 20 0 0 بلس 0 يديني برده 0 طب نيجاتيف 20 ماينس نيجاتيف 20 0 0 بلس 0 0 كان نيجاتيف 7
minus 15 يديني negative 22. negative 22 plus 22 بزيرو. فيطلع الانسر بتاعي زيرو ماتريكس. تمام؟ example number 8 مديك ماتريكس A ويقول لك then to A transpose. اولا هجيب الA transpose. A transpose يعني 2 3 negative 1 4 negative 7 6. كده انا جبت الA transpose. تمام؟ تعرف تجيب لي ال 2A ترانسبوز ده؟ قال لي اخد ال 2 اضربها جوه كل ماتريكس 2 ملتبلاي 2 4، 2 ملتبلاي 4 8، 2 ملتبلاي 3 6، 2 ملتبلاي نيجاتيف 7 نيجاتيف 14، 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، 2 ملتبلاي 6 12. فيطلع الانسر 4 و8 و6 ونيجاتيف 14 ونيجاتيف 2 و12 اللي هي نمبر C. نمبر 9 بيقول لك 2x بلس مديك الماتريكس دي ايكوال 0 ماتريكس زين ماتريكس اكس ايكوال. هتعمل معاها اكنها ايكويجن بالظبط. اول حاجه هودي دي السايد الثاني واعكس اشارتها، يبقى عندي 2x ايكوال 0 ماتريكس ماينس دي، يعني هعكس اشارات دي على طول، زيروهات ماينس الكلام ده، فدي يطلع الانسر بتاعي 2 2 ونيجاتيف 4 و0. حلو حلو. تعرف تجيب لي ماتريكس اكس؟ 2 ديفايدد 2، ما انا هعمل كل اليمنت ديفايدد 2. يا مستر انت من شويه قلت ما ينفعش اعمل ديفايد. حبيبي ما ينفعش اعمل ديفايدد ماتريكس ديفايدد ماتريكس، انما ديفايدد ريال نمبر عادي. يبقى عندي 2 ديفايدد 2 ب 1، 2 ديفايدد 2 1، نيجاتيف 4 ديفايدد 2 نيجاتيف 2، 0 ديفايدد 2 ب 0. فيطلع الانسر 1 1 نيجاتيف 2 0 اللي هي نمبر دي. نمبر 10 مديك الماتريكس دي بيقولك ايه سيمتريك ماتريكس زين الاكس ايكوال. احنا قلنا سيمتريك ماتريكس يعني لما اخد الماتريكس دي اعمل لها ترانسبوز يبقى هتديني نفس الماتريكس بالظبط. وانا قلت لك حركه سايعه على طول، هنا دول زي بعض ودول زي بعض ودول زي بعض، فهنا الاكس على طول بتساوي 2. اكزامبل نمبر 11 مديك المنظر ده ويقولك عايز الاكس، بس حاطط لك على الماتريكس دي ترانسبوز. يعني ايه ترانسبوز؟ يعني هتخليها كده 4 و1 و5 و3 عشان تحولها للاصل الماتريكس بتاعتها. لما يحط الترانسبوز عليها يبقى لازم اجيب اصلها، لان هو مديني الترانسبوز بتاع الماتريكس كده. وهنا 4 و2 x minus 1 و3 و1. هنا هاخد الكورسبوندنج اليمنت اساويهم ببعض عشان اجيب الاكس. هنا يبقى 2x minus 1 equal 5. تعرف تجيب الاكس؟ اودي النيجاتيف 1 السايد الثاني واعكس اشارتها، يبقى عندي الاكس او ال 2x ب 6 فتطلع الاكس ب 3. يبقى الاكس بكام؟ ب 3. اكزامبل نمبر 12 مديك الماتريكس دي وبيقول لك دي سكيو سيمتريك، عايز a بلس b بلس c بلس f اوفر d بلس x بلس y بلس z ايكوال a. احنا اتفقنا في السكيو سيمتريك ده معناه ان الدياجونال بزيرو، يعني ال a بزيرو الاي بزيرو الزد بزيرو، ومعناه ان البي بتساوي نيجاتيف الدي، وان السي بتساوي نيجاتيف الاكس، وان الاف بتساوي نيجاتيف الواي. تعال بقى نعوض. اول واحده فوق الاي بزيرو صح؟ مظبوط. مش هكتبها. البي بنيجاتيف دي والسي بنيجاتيف اكس والاف بنيجاتيف واي. حلو. تحت الدي، الدي هسيبها زي ما هي بدي. طب الاكس باكس، الواي بواي، الزد بزيرو، يبقى مش هكتبها. دايما لما كنت بتعمل حاجه ديفايدد نفسها كان بيديك الانسر 1. طب بص كده بعينيك، بعمل حاجه ديفايدد عكسها في الاشاره، فبدل ما الانسر يطلع 1 يطلع نيجاتيف 1. ممكن واحد تاني ياخد النيجاتيف كومن من فوق، فتلاقي دي بلس اكس بلس واي رايحه مع دي بلس اكس بلس واي، اتفضل نيجاتيف 1، فيطلع نفس الانسر بتاعك. تمام؟ حلو قوي. فيطلع الانسر نيجاتيف 1. نمبر 13 مديك الماتريكس دي بيقول لك ايكوال الماتريكس دي ويقول لك عايز البي اوفر اي. ركز عشان المساله دي مساله ليفل الوحش. اولا اول حاجه دول 2 ايكوال ماتريسيز. يعني ايه 2 ايكوال ماتريسيز؟ يعني هروح اعمل كده اساوي كل كورسبوندنج اليمنت ببعض. 3 باور x equal 25 و 2x plus y equal b و x plus y equal a. بعدين عندي 3 باور y
equal 5. التركية هنا، الفكرة هنا ان مش دي 25 اه، فانا اقدر اشيل ال 25 احط مكانها 5 بار 2. هل ينفع؟ اه، هي 25 اصلا اصلها 5 بار 2، وهنا لازم تسمع وتشوف بعينيك الحل عشان يجي بعد كده في دماغك. تمام؟ يبقى 3 باور x equal 5 باور 2. يبقى انا هنا اقدر بص هنا، مش هنا ال 5 بتساوي 3 باور y. طب ما انا من هنا اقدر اشيل ال 5 احط مكانها 3 باور y الاول باور 2. لما كان بيبقى عندي براكت عليه باور وجوه البراكت ده فيه باور، كنت بعمل للباورات ملتبلاي، فيطلع الانسر بتاعي هنا كده. بص دي 3 باور x زي ما هي بتساوي 3 باور y مضروبه في 2 يعني باور 2y. طيب حلو، كنت اقول لك كده حبيبي، لما يبقى البيز بتاعتك واحده، هنا البيز واحده فيطلع الباورات واحده، ده البيز وده الباور، لما البيز يبقوا زي بعض يبقى الباور يبقوا زي بعض، فيطلع الاكس بتساوي 2y. يبقى انا من هنا جبت الاكس بتساوي 2y. طب ما تروح تعوض بقى، بص كده بعينيك، مش انت عندك الاكس بتساوي 2y، شيل كل اكس هنا وهنا حط مكانها 2y. فلما اشيل اكس هنا احط مكانها 2y، 2y ملتبلاي 2 يديني 4y بلس الواي ايكوال البي، فيطلع البي بتساوي 5y. يبقى انا كده جبت البي بتساوي كام؟ 5y. حلو قوي. ومن هنا اكس بلس الواي ايكوال الاي، وانت جايب الاكس ب2y، اقدر اشيل اكس احط 2y، 2y بلس y يديني 3y، فتطلع الاي بتساوي 3y. حلو قوي. انت عايز ايه؟ عايز البي على ايه؟ حط البي على الايه، يعني حط 5y over 3y، فالواي تروح مع الواي يطلع الانسر البي اوفر ايه ب5 اوفر 3 اللي هي نمبر ايه، والمساله دي ليفل الوحش، ليفل الوحش ايه. تمام. بعد كده تعالى نشوف الديتيرمنتس. ديتيرمنتس يعني الفرق بينها وبين الماتريكس. اولا السيمبل بدل ما كان بيبقى 2 براكت بيبقى 2 ابسوليوت كده زي ما انت شايف، او ابسوليوت يعني. تمام. الديتيرمنت بيطلع لها فاليو، بيطلع لها قيمه، انما الماتريكس كانت بتبقى هي ماتريكس، ما بتطلع لهاش فاليو. يبقى الديتيرمنت بيطلع لها فاليو. الديتيرمنت بيبقى ليها 2 اوردر بس، يا اما الاوردر بتاعها 2 ملتبلاي 2، يا اما الاوردر بتاعها 3 ملتبلاي 3. انما الماتريكس كان عندك الاوردر ممكن يبقى مختلف. تمام. تعالى اعلمك الاول الديتيرمنت ال2 ملتبلاي 2 اللي الاوردر بتاعه 2 ملتبلاي 2 بتجيب الفاليو بتاعته ازاي. منتهى ببساطه بتعمل 2 براكت بينهم ماينس، وتاخد دول تعمل لهم ملتبلاي، الدياجونال ده تعمله ملتبلاي اللي هو الباكورد او سوري الفورورد دياجونال ماينس الباكورد دياجونال، فيعمل ايه ملتبلاي دي ماينس بي ملتبلاي السي. انت كده جبت الفاليو بتاعت الديتيرمنت 2 ملتبلاي 2. طيب تعالى نشوف اكزامبلز وركز بقى، خلي بالك المسؤولة وصالة، يعني ممكن اديك الحاجات بتاعت الترم اللي فات هنا دي جت الماس اوضه وصاله. تعالى بقى بص معايا كده، مديك ال L وال M are two roots of equation، ومديك ال equation then value of، مديك الديتيرمنت ده equal A. اولا يعني ايه value of determinant؟ يعني بضرب الفورورد دياجونال ماينس الباكورد دياجونال، دي اول حاجة. تاني حاجة يعني ايه two roots of equation؟ يعني هنا هجيب التو روتس بتاعة الاكويجن، وانت فاكر x عليها باور 2 ماينس 3x بلس 1 دي اكنها الكوادراتيك اكويجن، فانا هنا اقدر على طول اقول له مود 5 3 او مود 3 3 حسب الكالكليتر بتاعتك، واحط بالترتيب الرقم اللي قدام x سكوير 1، بعد كده نيجاتيف 3، بعد كده بوزيتيف 1 ايكوال 3 بلس روت 2 و 3 ماينس روت 5 اوفر 2. يبقى عندك اول روت طلعت اللي هي ال L ب 3 ماينس او 3 بلس روت 5 اوفر 2، والتاني روت طلعت اللي هي ال M ب 3 ماينس روت 5 اوفر 2. حلو. تعالى بقى فك لي الديتيرمنت ده يا وحش. لما فك الديتيرمنت ده ال سكوير M ملتبلاي M يديني ال سكوير M سكوير ماينس
ال سكوير ملتبلاي ام سكوير يديني ال سكوير ام سكوير، وفي قبليها نيجاتيف ما تنساهاش عشان هي دي نيجاتيف، وكده كده القانون فيه نيجاتيف، فلما دخل النيجاتيف عليهم فيبقى ال سكوير ام سكوير بلس ال سكوير ام سكوير يديني ايه؟ يديني 2 ال سكوير ام سكوير. حلو قوي. وانت جايب ال ال سكوير اهي، طب ما تشيل ال ال، او سوري انت جايب ال ال بال 3 بلس روت 5 اوفر 2، فانا اشيل ال ال احط مكانها 3 بلس روت 5 اوفر 2 بس باور 2، واشيل ال ام احط قيمتها فيبقى 3 ماينس روت 5 اوفر 2 باور 2. احسب بقى الكلام ده كله كده اهو، تعالى كده نحسب سوا اهو. 2 ملتبلاي 3 بلس روت 5 اوفر 2 الاول باور 2 ملتبلاي 3 ماينس روت 5 اوفر 2 الاول باور 2. احسب كده تلاقي الانسر بص طالع بكام؟ طالع ب 2. خلاص يبقى انت الانسر بتاعك طالع ب 2 اللي هي نمبر سي. نشوف اكزامبل كمان 15. يقول لك سوليوشن سيت فور ذا ايكويشن، ومديك الايكويشن اهي ومديك دي ديتيرمنت. طب ما تيجي نفك الديتيرمنت الاول، اكس بلس 2 ملتبلاي اكس ماينس 3، تعمل اول اكس ملتبلاي اكس يديني اكس سكوير، طب اكس ملتبلاي نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 اكس، طب بوزيتيف 2 ملتبلاي اكس يديني بوزيتيف 2 اكس، طب 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 يديني نيجاتيف 6 ماينس، لما اعمل الباكورد دياجونال في بعضه اللي هو ال 2x، الكلام ده هو قايل لك بيساوي 4 مظبوط. طب خلاص بوزيتيف 2x تروح مع نيجاتيف 2x، وادخل ال 4 السايد الثاني وعكس اشارتها عشان احولها لكوادراتيك ايكويشن، فيبقى شكلها كده x سكوير ماينس 3x نيجاتيف 6 ماينس 4 يديني نيجاتيف 10 ايكوال تو 0. على الكالكليتور مود 5 3 او مود 3 3 حسب الكالكليتور بتاعتك بالترتيب 1 نيجاتيف 3 نيجاتيف 10 ودوس ايكوال، الاقي الانسر طالع ب 5 ونيجاتيف 2، يبقى السوليوشن سيت بتاعي 5 ونيجاتيف 2 اللي هي نمبر سي. نمبر 16 بيقول لك if ال a ايكوال المنظر اللي انت شايفه ده، طب ايه اللي دخل الساين والكوزين في الموضوع؟ حبيبي ما انا قلت لك الماس اوضه وصاله، اوضه وصاله. اللي انت اتعلمته اعمله، ايه هو اللي اتعلمته؟ اتعلمت ان انا لو عندي ديتيرمنت 2 ملتبلاي 2 بعمل الفورورد دياجونال ملتبلاي او سوري ماينس الباكورد دياجونال، يعني ساين 5 ثيتا ملتبلاي ساين 5 ثيتا، خلي بالك تطلع ساين سكوير 5 ثيتا يا قلبي ماشي، اوعى تقول لي ساين 25 ثيتا، رخصت بقت بساين سكوير 5 ثيتا ماشي، ماينس نيجاتيف كوزاين 5 ثيتا ملتبلاي كوزاين 5 ثيتا هيديك برضو نيجاتيف كوزاين سكوير 5 ثيتا. خلي بالك الله يبارك لك، مش الكلام ده يودي في داهيه، نيجاتيف مع نيجاتيف تتحول لبوزيتيف، فدي تبقى كوزاين سكوير 5 ثيتا ودي ساين سكوير 5 ثيتا. بص بعينيك الشرطين متوفرين، دي عليها سكوير ودي عليها سكوير، وبص هنا الانجل واحده فيطلع الانسر 1. ايه ده مش هتطلع 5؟ حبيبي تطلع 5 لو في 5 بره هنا، لكن الانجل واحده خلاص يطلع الانسر 1 اللي هي نمبر A. طب واحده كمان، طيب تعال نشوف بقى الديتيرمنت اللي هو يبقى 3 ملتبلاي 3. 3 ملتبلاي 3 عندك طريقتين تفك بيها الديتيرمنت اللي هو 3 ملتبلاي 3. اول طريقه ان انت ممكن تكرر اول 2 كولمز، اول 2 كولمز تكررهم وتعمل 2 براكت كبار بينهم ماينس، وتاخد الفورورد دياجونال ده ملتبلاي وده ملتبلاي وده ملتبلاي بلس، يعني ده الدياجونال ده ملتبلاي بلس الدياجونال ده ملتبلاي بلس الدياجونال ده ملتبلاي، تمام. بعد كده تعمل ماينس معمول اهي البراكت الثاني بقى بس الباكورد دياجونال، يعني الدياجونال ده بلس الدياجونال ده بلس الدياجونال ده والدياجونال بيتعمل له ملتبلاي، وتحسب يديك الانسر. دي طريقه. طب ايه الطريقه الثانيه؟ ان انت حضرتك بص بتيجي
تحط الإشارات دي ثابتة بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف تمام، وتاخد هنا أول إليمنت وتلغي الرو والكولم اللي هو فيه، تاخده كده وتلغي الرو والكولم اللي هو فيه، هيتفضل لك 4 إليمنتس فتاخدهم جوه ديتيرمنت 2 ملتبلاي 2 تمام. بعد كده تروح على الإليمنت اللي بعده بي بس إشارتها نيجاتيف فتبقى نيجاتيف بي، واعمل ديتيرمنت 2 ملتبلاي 2 والغي الرو والكولم اللي هي في الرو والكولم اللي هي فيه، فيتفضل دي و اف و جي و اي، دي و اف و جي و اي تمام. بعد كده اخر elements خالص اللي هي السي اشارته بوزيتيف، هعمل determinant 2 multiply 2 هلغي الرو والكولم اللي هي فيه، هيتفضل الفور elements دول اللي هو الدي والاي والجي والاتش. بعد كده انت خدت من شويه تفك determinant 2 multiply 2 ازاي وتجيب الفاليو، دي تاني طريقة ممكن تفك بيها. حلو قوي. بعد كده عندنا الديتيرمنت اللي هو الترينجلر ماتريكس. ترينجلر ماتريكس يعني عندك الدياجونال بتاعك هنا بزروهات اللي هو اللور ترينجلر ماتريكس او الابر ترينجلر ماتريكس. لو عندك ده او ده بزيرو على طول الانسر بتاعك بدل ما تفك الديتيرمنت كده الانسر بتاعك هو الدياجونال اللي هو ايه ملتبلاي اي ملتبلاي اي هنا. ونفس الكلام لو الديتيرمنت بتاعك 2 ملتبلاي 2. لو افرض اللور والابر ترينجلر ماتريكس دول مش جايين هنا، جايين هنا العكس، قال لي عادي هاخد الباكورد دياجونال ماتريكس بس هحط له الاشاره بالنيجاتيف، يعني الرقم اللي هيطلع احط له نيجاتيف. بعد كده عندك ازاي تجيب اريا اوف ترينجل باي ديتيرمنت. ازاي نجيب اريا بتاعت ازاي نجيب اريا بتاع التراينجل باستخدام الديتيرمنت؟ الاول هو هيديك 3 فيرتيسيز، لازم يديك 3 فيرتيسيز وبتجيب لي ابسوليوت الديتيرمنت. لما بتجيب لي ابسوليوت الديتيرمنت ده معناه ان انت بتجيب لي البوزيتيف فاليو بتاع الايه، بتجيب لي البوزيتيف فاليو بتاع الديتيرمنت، يعني حتى لو طلع بالنيجاتيف، حتى لو طلع بالنيجاتيف عشان عندك الاريا ما ينفعش تبقى بالنيجاتيف. بعد كده حضرتك هتروح تاخد لي بوز دي اكس دي اكس دي اكس، بعد كده دي واي دي واي دي واي، هتاخد لي كولم للاكس، تحط الاكسات بتاعتك بالترتيب في كولم كده، تاخد لي كولم للواي، تحط الوايات بتاعتك بالترتيب، واخر كولم خالص بتحطه ب 1 1 1 1 وتجيب لي الفاليو بتاعت الديتيرمنت دي باي طريقه من الطريقتين لسه قايلهم لك. وبعد كده بعد ما بتجيب لي الفاليو بتاعت الديتيرمنت دي بتعملها ملتبلاي هاف تمام. لو جيت قلت لك ابسوليوت الاي ده معناه ان انا عايز البوزيتيف فاليو اوف اي، ولو جيت قلت لك عايز الدلتا ده معناه ان انا عايز الفاليو بتاعت الديتيرمنت سواء كانت بوزيتيف سواء كانت نيجاتيف. وفي هنا كمان معلومه مهمه جدا، لو اديتك 3 بوينتس وقلت لك ان هما كولينير او عايزك تثبت لي ان هما كولينير، فهتعمل نفس الحركه بتاعت الترينجل دي بس من غير الهاف، هتكتب كولم للاكس وكولم للواي وتجيب لي الفاليو بتاعت الديتيرمنت، ولازم الفاليو بتاعت الديتيرمنت تبقى ايكوال تو 0. ما دام طلعت ايكوال تو 0 ده معناه ان ال 3 بوينتس ار كولينير تمام. عندك كام نوت كده عايزك تاخد بالك منهم، بقول لك if الـ A is a matrix of order n multiply n then absolute k a equal a. اولا absolute دي يعني الفاليو بتاعت determinant، وحاطط لك real number جوه الـ k دي اي real number. لو هتطلع الـ k دي بره الـ determinant او بره الـ absolute بتاخدها بطور الـ order بتاعك. يعني ايه؟ يعني بص معايا هنا، عندي matrix a اهي الاوردر بتاعها 2 ملتبلاي 2، وخلي بالك انا طول ما انا بتعامل مع ديتيرمنت الاوردر بتاعك يا اما هيبقى 2 ملتبلاي 2 يا اما 3 ملتبلاي 3، مفيش تالت تمام. حضرتك هنا انا جيت قلت لك اهو ابسوليوت 5a ايكوال، طيب انا مديك الديتيرمنت الفاليو بتاعت الديتيرمنت بكام؟ ب 3. فلما اجي اطلع ال 5 الريال نمبر دي بره الديتيرمنت هاخدها 5 باور 2 عشان الاوردر بتاع الماتريكس 2 ملتبلاي الديتيرمنت a اللي هي ب 3 بس تطلع الانسر. طب لو انا مديك اهو الاوردر بتاعك 3 ملتبلاي 3 وهتطلع ال2 دي بره، يبقى 2 باور 3 ملتبلاي ديتيرمنت او الفاليو بتاع ديتيرمنت ايه، احسب يديك الانسر. تاني نوت بقولها لك ان الاي لو سكوير ماتريكس، الاي لو سكوير ماتريكس الديتيرمنت الفاليو بتاعت الديتيرمنت
حتى لو عملت له ترانسبوز يديك الفاليو واحد، يعني اي ماتريكس هعمل لها ترانسبوز واجيب لها الفاليو بتاعتها في الديترمنت يطلع واحد ما دام هي نفس الماتريكس. اخر حاجه خالص بقول لك، لو انت عندك تو ماتريسيز سكوير عندك ابسوليوت او الفاليو بتاع الديترمنت ايه ملتبلاي بي، ينفع تفصل كل واحده فيهم لوحدهم تعمل الفاليو بتاعه الديترمنت ايه ملتبلاي الفاليو بتاع ديترمنت بي ملتبلاي. دي هي دي بالظبط. تعال نشوف اكزامبلز على الكلام ده، وبكده نكون خلصنا ان شاء الله الالجبرا. بيقول لك ايه في الايه اذا سكوير ماتريكس ان اوردر 2 ملتبلاي 2، اهو بص مديك 2 ايه جوه ابسوليوت ايكوال 8، عايز 3 ايه ترانسبوز. اولا هطلع ال2 دي بره، اطلعها ازاي؟ 2 باور الاوردر بتاعك 2 باور 2 ابسوليوت الايه ايكوال 8. طيب حضرتك عايز ايه؟ عايز ابسوليوت ال8 او عايز الفاليو بتاع الديترمنت ايه؟ يبقى اعمل 8 ديفايدد 2 باور 2، يبقى ابسوليوت ال8 ايكوال 8 اوفر 4، احسب يديك 2. يبقى انا جبت الفاليو بتاع الديترمنت ايه ب2. طب سؤال، هنا هو عايز 3 ايه ترانسبوز جوه الديترمنت، لازم اطلع 3 بره، اطلع 3 بره اخدها باور الاوردر بتاعي، فتبقى 3 باور 2 في ابسوليوت ايه ترانسبوز. طب ما احنا لسه قايلين الاي ترانسبوز الفاليو بتاعه الاي ترانسبوز هي الفاليو بتاعه الاي، فيبقى الاي ترانسبوز بكام؟ ب2 ملتبلاي 3 باور 2 9، احسب يديك 18 اللي هي نمبر سي. اكزامبل نمبر 18 بيقول لك الفاليو بتاع الاي هو عايزها ومديك الديترمنت اهو، بيقول لك ايكوال تو 0. طيب اولا انا هشتغل باللي انا اتعلمته اللي هو ايه، هروح كاتب كده 1 و 2 و نيجاتيف 1 3 و A و 1 نيجاتيف 1 و 4 و نيجاتيف 2. هكرر اول 2 كولم 1 3 نيجاتيف 1 2 و A و 4 وهمشي بالترتيب. خلي بالك الكلام ده بيساوي 0، هعمل 2 براكت بينهم ماينس، وال 2 براكت زي ما انت شايف كده كبار، وامشي بالفورورد دياجونال 1 ملتبلاي A ملتبلاي نيجاتيف 2 يديني نيجاتيف 2 A، 2 ملتبلاي 1 ملتبلاي نيجاتيف 1 يديني نيجاتيف 2، نيجاتيف 1 ملتبلاي 3 ملتبلاي 4 يديني نيجاتيف 12، ماينس ارجع بالباكورد دياجونال 2 ملتبلاي نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 ملتبلاي 3 نيجاتيف 12، 1 ملتبلاي 1 ملتبلاي 4 يديني بوزيتيف 4، ونيجاتيف 1 ملتبلاي A ملتبلاي نيجاتيف 1 يديني بوزيتيف A. حلو حلو، تعالى نحسب دي، نيجاتيف 2 ونيجاتيف 12 يديني نيجاتيف 14، ودي نيجاتيف 2A ودي نيجاتيف 12 وبوزيتيف 4 مع بعض يديني نيجاتيف 8 بلس الA. دخل بقى النيجاتيف على البراكت، يبقى النيجاتيف 8 دي هتبقى بوزيتيف 8 والبوزيتيف 8 دي هتبقى نيجاتيف A. الكلام ده هو قال لك من الاول بيساوي 0 صح؟ مظبوط. طب دي نيجاتيف 2A ودي نيجاتيف 2A يبقى نيجاتيف 3A. طب دي نيجاتيف 14 وبوزيتيف 8 يديني نيجاتيف 6، الكلام ده ايكوال تو 0. وادي السايد الثاني واعكس اشاره، يبقى عندي نيجاتيف 3A ايكوال 6، فتطلع الاي بكام؟ 6 ديفايدد نيجاتيف 3 يعني نيجاتيف 2 اللي هي نمبر B. حلو قوي. نمبر 19 مديك الشكل اللي قدامك ده وبيقول لك بيساوي نيجاتيف A باور 3 كوزاين سكوير اكس بلس 8 زين الاي ايكوال. اولا لازم اجيب الفاليو بتاعت الديترمنت دي صح؟ خلي بالك انا عندي ده لور تريانجلر ماتريكس، لور تريانجلر ماتريكس يبقى على طول بدل ما افك الديترمنت اقدر اخد الدياجونال اعمل له ملتبلاي. تعال نعمل الدياجونال ملتبلاي a ساين اكس ملتبلاي a كوزاين اكس ملتبلاي a تان اكس، a في a في a يديني a باور 3، ساين في كوزاين في تان اهم، الكلام ده بيساوي نيجاتيف a باور 3 كوزاين سكوير اكس بلس 8. طيب حلو قوي، تان اكس هي عباره عن ساين على كوزاين، ودي a باور 3 اهي ودي ساين اكس ودي كوزاين اكس، مظبوط. الكلام ده بيساوي نيجاتيف a باور 3 كوزاين سكوير اكس بلس 8. ابص بعينيا هلاقي الكوزاين اللي تحت تروح مع الكوزاين اللي فوق، وساين في ساين يديني ساين سكوير، وقبليها a باور 3. طب ايه رايك يا وحش لو دخلت دي السايد الثاني وعكست اشارتها؟ لو دخلت دي السايد الثاني دي بس وهسيب دي،
وعكست اشارتها بقت بوزيتيف a باور 3 كوزين سكوير اكس بتساوي 8. هنا في a باور 3 وهنا في a باور 3. ايه رايك لو خدت ال a باور 3 كومون؟ اللي تفضل تفضل ساين سكوير اكس بلس كوزين سكوير اكس يكوال 8. طب ما ساين سكوير اكس بلس كوزين سكوير اكس ب1 واي حاجه ملتبلاي 1 بنفسها تطلع ال a باور 3 بكام؟ a باور 3 ب8. فتطلع ال a بكام بقى؟ بكيوبيك روت ال8. احسب تلاقي ال a طالعه ب2 فيطلع الانسر 2. ومساله روعه. تعال نشوف اكزامبل نمبر 20. بيقول لك if the area of triangle whose vertices ومديك ال3 vertices اهو is 4 square units then k equal. عشان اجيب الاريا بتاعه الترينجل بروح اعمل ديتيرمنت قبليه هاف مظبوط، باخد الاكسات احط لها الكولم بتاعها واخد الوايات احطها في الكولم بتاعها واخر كولم اخليه والنات. وهو قال لك الكلام ده بيساوي الاريا بتاعت الترينجل بتساوي 4 مظبوط تمام. وبعدين اعمل 4 divided half عشان اطير الهاف دي. طيب 4 divided half على الآلة تلاقيها طالعة ب8 تمام. وبعدين هل ينفع اسيبها 8 كده؟ قال لي لا ثواني، هو قال لك 4 square unit صح، ففي احتمال ان هي تبقى بالبوزيتيف وفي احتمال ان هي تبقى بالنيجاتيف، لان هو عمره ما هيديك الاريا بالنيجاتيف، بس انت لو الاريا عندك كانت طالعه بالنيجاتيف انت بتحطها بالبوزيتيف، فانت هنا بتجيب الاريا او بتجيب الفاليو بتاعت الديتيرمنت. فعندك احتمالين، ممكن تبقى بالبوزيتيف وممكن تبقى بالنيجاتيف، انا ما اعرفش، فانا هحط الاحتمالين تمام. يعني دي اكنها ابسليوت 4 تمام. تعال بقى نحط الديتيرمنت بتاعنا دي كي و4 و0 وهنا 0 0 1 1 1. هات لي الفاليو بتاعت الديتيرمنت دي، هكرر اول تو كولم واخد الدياجونال كده اعمل تو براكت بينهم ماينس كبار ودول بيساوي بوزيتيف نيجاتيف 8. k ملتبلاي 0 ملتبلاي 1 0 1 ملتبلاي 1 ملتبلاي 0 ب 0 1 ملتبلاي 4 ملتبلاي 2 يديني 8. يبقى اول براكت طلعت فيه 8 ماينس 0 ملتبلاي 4 ملتبلاي 1 ب 0 k ملتبلاي 1 ملتبلاي 2 ب 2 k 1 ملتبلاي 0 ملتبلاي 0 ب 0. الكلام ده بيساوي بوزيتيف نيجاتيف 8. بعد كده عندي 8 ماينس 2k ايكوال بوزيتيف نيجاتيف 8. حضرتك عايز تجيب الk فهتقسم كشكولك نصين، مره تقول لي 8 ماينس 2k ايكوال 8 ومره تقول لي 8 ماينس 2k ايكوال نيجاتيف 8 تمام. هودي ال 8 السايد الثاني يبقى عندي نيجاتيف 2k 8 ماينس 8 ب 0 اعمل ديفايدد نيجاتيف 2 فتلاقي الk طلع ب 0. هنا هودي ال 8 السايد الثاني يبقى عندي نيجاتيف 2k نيجاتيف 8 ماينس 8 دي نيجاتيف 16 فالk تطلع نيجاتيف 16 ديفايدد 2 او نيجاتيف 2 يديك 8. فالk ممكن تبقى ب 0 وممكن تبقى ب 8، فعندك حلين مش حل واحد. حتى لو رحت عوضت الk ب 0 وجبت الفاليو بتاعت الديترمنت يديك مره بوزيتيف 4 ولو شلت الk وحطيت مكانها 8 هتلاقيها طالعه بنيجاتيف 4 تمام. فانت هنا عندك الحلين يطلعوا مظبوطين. وبكده بفضل الله نكون خلصنا الالجبرا. تعال نخش في اخر بارت عندك اللي هو الجيومتري. اولا في الجيومتري اتكلمنا عن السكيلر والفيكتور والدايركتد لاين سيجمنت، وقلنا الفرق بين السكيلر والفيكتور. السكيلر هو هاز ماجنيتيود اونلي، انما الفيكتور هاف ماجنيتيود اند دايركشن تمام. وقلنا عندنا حاجات زي الديستانس السبيد التايم الماس اند سو اون دي السكيلر، والفيكتور قلنا ديسبليسمنت فيلوسيتي اكسلريشن فورس ويت مومنت. وقلنا يعني ايه ديسبليسمنت؟ هي الشورت ديستانس كان ذا بودي موف. انما يعني ايه الديستانس؟ هي الاول ديستانس اللي البودي مشيها. بالبلدي كده الديسبليسمنت هي اقصر مسافه البادي ممكن يمشيها من نقطه البدايه لنقطه النهايه، والديستانس هي كل المسافه اللي البادي مشيها تمام. وقلنا عندنا الاتجاهات بتاعتنا الدايركشن ويست ايست نورث ساوث. ولو مش عايز ولو مش عارف تحفظها كنا قايلين نحفظ كلمه وي نص تمام. بعد كده قلنا عندنا
two ray have same or opposite direction بيبقوا يا اما على straight line واحد او parallel لبعض، دول كده بيبقوا same او opposite direction. انما لو التو ray بتوعي different direction فهم الاثنين ولا بيبقوا parallel ولا بيبقوا على straight line واحد. يعني بالبلدي انت عندك ثلاث اتجاهات، لا اما يبقوا same direction يا اما opposite direction يا اما هم الاثنين ماشيين في اتجاهات مختلفة. طب كده عندي directed line segment هو line segment has starting point and ending point، وبنحط له السيمبل دي AB والعلامة دي بنسميها vector. وعندي حاجة اسمها norm. يعني ايه norm؟ يعني اللينس بتاع line segment بتاع AB vector ده. تمام؟ عندك القانون بتاع النورم عشان تجيب النورم عشان تجيب اللينس ومعاك الاكس والواي، بتقول لي اكس سكوير بلس واي سكوير تحت السكوير روت، يبقى انت كده جبت النورم. كده عندك حاجه اسمها equivalent directed line segment، هو two directed line segment have same norm and same direction. ما دام عندهم نفس النورم ونفس الدايركشن بنسميها equivalent directed line segment. بعد كده الفيكتور او البوزيشن فيكتور بمعنى ادق الدايركتد لاين سيجمنت which its start point is the origin point. يبقى امتى بقول position vector؟ لما يبقى الفيكتور بتاعي ال start point بتاعته هي ال origin point. تمام؟ تمام؟ حلو قوي. تعال نبص بقى شوية examples كده على الجزء ده. بيقول لك cyclist cover 5 meter from a fixed point O. فانت عندك ال origin point اهي، مشيت في اتجاه، خلي بالك 5 meter في اتجاه النورث، وقف الاتجاهات بتاعتي ونص. تمام؟ حضرتك مشيت 5 متر ديو تو نورث، مشيت 5 متر في اتجاه النورث، يبقى هنا مشيت 5 متر. كمل. زين 12 متر ديو تو ايست، انا مشيت 5 متر هنا وبعد كده مشيت 12 متر في اتجاه الايست. بيقول لك زين ذا توتال ديستانس كفرد ديورينج ذا هول جورني ايكوال total distance، يعني كل مسافة اللي البادي مشيها. هو مشي الاول 5 بعد كده مشي 12، فيبقى 5 بلس 12 يديني 17. طب لو كان قال عايز الديسبليسمنت زي ما هنشوف اقصر مسافة مشيها من نقطة البداية لنقطة النهاية ببايساكورس تقدر تجيبها. تعال نشوف نمبر 2. A car moved 20 meter in direction of the north. اهو الاتجاهات بتاعتي. تمام؟ مشيت في اتجاه النورث 20. Then move the same distance in the direction of west. Direction of west، انا مشيت كده في اتجاه النورث 20 ومشيت نفس المسافة دي في اتجاه الويست، يبقى مشيت هنا 20 وهنا 20. وبعدين بيقول لك عايز الديسبليسمنت. الديسبليسمنت هي اقصر مسافة اقدر امشيها من نقطة البداية لنقطة النهاية. خلي بالك انا مشيت هنا نفس الديستنس، فهنا الانجل هتبقى واحدة، نفس الانجل اللي هنا. تمام؟ دي ب 20 ودي ب 20، انت عايز تجيب المسافه بتاعت دي، عايز تجيب اللينس بتاع الجزء ده، فدي رايت انجل تراينجل، تقول لي 20 سكوير بلس 20 سكوير تحت السكوير روت، احسب تلاقي الانسر هنا طالع ب 20 روت 2. بص بقى الاختيارات، هل هي 40 متر ان ذا ويست دايركشن؟ ما تنفعش، ودي ما تنفعش عشان 40 بس عندك دول، في واحده فيهم تنفع. قال لك هل هي 20 روت 2 ان ذا ويسترن نورث دايركشن؟ ويست النورث يعني خارجه في اتجاه الويست والنورث. اه ما هي خارجه في اتجاه الويست والنورث، يبقى هي نمبر سي مظبوط. طب نمبر دي ما تنفعش ليه؟ عشان قال لك ويسترن ساوث، ويسترن ساوث يعني لازم تبقى خارجه من الناحيه الثانيه، والكلام ده هنا مش صحيح. نمبر 3 ABCDEF is a regular hexagon whose geometrical center M which of the following directed line segment are not equivalent. تعال نرسم كده الهكساجون A B C D E F زي ما انت شايف. وبيقول لك هل ال A B equivalent لل F M؟ تعال نشوف. انت عندك الجيومتريك سنتر اللي هو ده، بمعنى ادق يعني ماشي، هل ال A B وال F M دول equivalent؟ دول equivalent A B و F M. دول equivalent. مظبوط، same norm و same direction. طب بص هنا A B و E D، A B و E D برضو دول equivalent. هو خلي بالك بيقول لك كلهم equivalent ما عدا واحدة،
ماشي. ال AB وال MC AB و MC برضو equivalent، يبقى ما عنديش غير دي. طب تعالى بقى بص AB و MD بص عشان مش بارل اصلا، دول different حتى لو عندهم نفس اللينس نفس النور، يبقى هي نمبر دي. نمبر 4 مديك اليو فيكتور بالمنظر اللي انت شايفه ده، وبيقول لك is a direction vector of straight line then all of the following vector to the same straight line except the vector كذا. نعم حضرتك عايز ايه؟ هو مديك فيكتور اهو، ويقول لك ايه من اللي قدامك دول direction vector، يعني من الاخر اكنه بيقول لك equivalent بس بطريقه ثانيه. طيب equivalent لازم يبقى same direction وسيم نورم، صح؟ طب تعالى بص كده، هات لي النورم بتاع كل واحده، واللي هتلاقي النورم بتاعتها مش زي دي ما تبقاش هي، تبقى هي دي اللي ما ينفعش تبقى دايركشن فيكتور. طب اولا النورم بتاع دي كام؟ اعمل 3 سكوير بلس نيجاتيف 4 سكوير على الكالكليتور تلاقيها طالعه 5، احسب دي هتلاقيها طالعه 5، طب احسب دي مش هتلاقيها طالعه 5، يبقى هي نمبر بي. طب جرب سي او دي هتلاقيها طالعه 5، يبقى هي الوحيده اللي مش هاف سي نورم اللي هي نمبر بي. بعد كده عندنا حاجة اسمها AB vector، قلت لك AB vector مش معناها ان الA multiply الB، ده معناه ان الB vector minus الA vector. تمام؟ تمام. بعد كده اتفقنا النورم بنجيب له، او القانون بتاع النورم بنجيب له اللينس بتاعه ازاي، x square plus y square تحت السكوير روت. ممكن اقول لك find norm او احط لك الفيكتور جوه تو absolute كده، يبقى انا برضو عايز النورم. بعد كده اتفقنا عندنا ثلاث اشكال للفيكتور، يا اما كارتيزيان فورم يا اما بولر فورم يا اما فاندمنتال فورم. تمام. كارتيزيان فورم اللي هي الاكس والواي، براكت بتاعي بيبقى فيه اكس وواي. البولر فورم هو نورم وسيتا. الفاندمنتال فورم هي اكس لازق فيها اي بلس واي لازق فيها الجي. وقلنا ازاي نحول من الكارتيزيان للبولر ومن البولر للكارتيزيان ب الطرق اللي قدامك دي. يعني لو حضرتك عايز تجيب الكارتيزيان محتاج الاكس ومحتاج الواي، يبقى انت هتقول لي نورم كوساين سيتا جبت الاكس، نورم ساين سيتا جبت الواي من البولر. ولو مديك الكارتيزيان وبقول لك هات البولر، فانت محتاج نورم ومحتاج سيتا. هستأذنك اشطب دول كده، محتاج نورم فهتقول لي اكس سكوير بلس واي سكوير تحت السكوير روت، يبقى انت كده جبت النورم. محتاج السيتا هتقول لي تاني السيتا هي واي على اكس، والفاندمنتال كده كده لازم تجيب الكارتيزيان عشان تلزق جنبيها اي وجي. وقلنا انا في الفيرست كواد، تاخد بالك بقى الاكس بتبقى بوزيتيف او اكبر من الزيرو والواي بالبوزيتيف، يبقى انا في الفيرست كواد والسيتا بتاعتي بسيبها زي ما هي. انما في السكند كواد الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف، وبقول 180 ماينس سيتا. في الثيرد كواد الاكس والواي بالنيجاتيف، وبقول 180 بلس سيتا. في الفورث كواد بقول الاكس بالبوزيتيف والواي بالنيجاتيف، وبقول 360 ماينس سيتا. وجينا قلنا لو قلت لك ديستانس ديسبيسمنت ماجنيتيود سبيد، الكلام ده كله بيوحي للنورم. ولو جيت قلت لك السيتا نورث ايست وسكيت او ويسترن او سوري نورثن ايست وسكيت، ده معناه ان السيتا بتاعتك هنا هتتقسم 45 و45، طبعا اي كواد من الاربعه دول ب 90. لو قلت لك سيتا نورث اوف ويست وسكيت، فالكلمه اللي بعد الاوف الانجل بتتحط عندها. ولو قلت لك نورث دايركشن، ده معناه ان الانجل بتاعتك هنا ب 90. واتفقنا الانجل دايما بجيبها من البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس لحد ما اخبط في الدراع بتاع النور. بعد كده عندي الزيرو فيكتور. يعني ايه زيرو فيكتور؟ يعني النورم بتاعك بزيرو، و السيمبل بتاع الزيرو فيكتور زيرو عليها فيكتور كده، والاوردر بير بتاعك زيرو وزيرو. ازاي تعمل ادنج لتو فيكتور او تعملهم سبتراكتنج؟ تعمل الاكسات بلس وتعمل الواي بلس لو انت بتعمل ادنج، ولو بتعمل سبتراكتنج يبقى تعمل الاكسات ماينس والوايات ماينس. ازاي تعمل ملتبلاي ريال نمبر ملتبلاي فيكتور؟ تاخد الريال نمبر تضربه في الاكس وتضربه في الواي. يعني ايه يونت فيكتور؟ يعني نورم ب1. يعني ايه نورم ب1؟ يعني لما تحسب الاكس والواي بتوعك وتجيب لهم النور تلاقيه طالع 1، فممكن تبقى 0 1 1 و 0، ممكن اشكال ثانيه كمان. نمبر 5 تعالى كده بقول لك فيكتور بي بيساوي كذا. اكزامبل نمبر 5 بقول لك ايه فيكتور بتساوي 5 و2، بي فيكتور بتساوي كذا، سي فيكتور ايكوال اي ماينس بي. ذن ذا بولر فورم اوف سي فيكتور از، فانا محتاج الاول اجيب السي فيكتور في الشكل بتاع الكارتيزيان. ازاي اعمل a-b؟ a-b يعني 5-2
3 2 minus 5 نيجاتيف 3 صح؟ مظبوط؟ اجيب البولر ازاي؟ عندك طريقتين، يا تشتغل بالطريقه اللي انا قلتها لك من شويه، يا خد الطريقه دي هديه مني ليك على الكالكليتور على طول. بص كده معاك اهو اهو الشكل بتاع الكارتيزيان، عايز تجيب البولر يبقى هتعمل شيفت بلس وتكتب السؤال بتاعك زي ما هو 3 كوما نيجاتيف 3 ايكوال. بص هيديك الار بالبوينت، لو عايز تجيبها بالظبط بكام اكزاكتلي هتعمل الفا اكس ايكوال يديك 3 روت 2. يبقى انت كده جبت النورم بتاعك على طول، او الرقم اللي هو الار اللي طلع ده، ده النورم. يبقى الار ده هو النورم بالنسبه لي 3 روت 2، ولما تروح تشوف السي ده هتلاقيها طالعه بنيجاتيف 45. طيب هي طلعت بنيجاتيف 45، هل انت عندك انجل بالنيجاتيف؟ لا، لازم الانجل بتاعك تبقى بين الزيرو وبين ال 360. تاخد النيجاتيف 45 اعمل لها بلس 360، احسب عليها طالعه ب 315. طب هل بقى هي ب 3 باي اوفر 4 ولا ب 7 باي اوفر 4؟ والله تعال نجرب. 3 ملتبلاي اشيل الباي احط مكانها 180 اوفر 4، هلاقيها طالعه ب 135. انا مطلعها بكام؟ طلعها ب 315، فتطلع نمبر دي. حتى لو رحت حولت دي من راد لديجري هتلاقيها طالعه معاك بالمنظر ده، فيطلع عندي السيتا طالعه ب 315. انا كده جايبها بالديجري، حولها الراد، يبقى انت جبت الانسر. نمبر 6 مديك الاي فيكتور بالمنظر ده وبيقول لك عايز الفاندمنتال فيكتور. فاندمنتال يعني انت محتاج الاكس محتاج الواي. خد برضو الطريقه دي هديه مني ليك، ممكن تجيبها بالطريقه الاولى اللي قلت لك عليها، وممكن تشتغل تجيبها لي بالطريقه دي. انت معاك البولر صح وعايز تجيب الكارتيزيان، هتعمل شيفت ماينس، شيفت ماينس 5 كوما فراكشن 5 ملتبلاي 180 اوفر 6، احسب يديك الانسر. بص ادي الاكس وادي الواي طالعين بالبوينت صح، عايز تجيبهم اكزاكتلي بكام؟ اعمل الفا اكس ايكوال الفا واي ايكوال. الاكس طلع بنيجاتيف 5 روت 3 اوفر 2 اهي، والواي طالعه ب 5 اوفر 2. الاكس طالعه نيجاتيف 5 روت 3 اوفر 2 والواي طالعه 5 اوفر 2. تعال بقى بص في التشويسز، هل هي 5 اوفر 2 الاكس؟ لا. طب هل هي 5 روت 3 اوفر 2؟ لا، دي نيجاتيف 5 روت 3 اوفر 2 بلس 5 اوفر 2 جي اللي هي نمبر سي. نمبر 7 الاي بي فيكتور بتساوي الكلام ده، والبي فيكتور هيزن البوينت اوف اي از. اولا انت عندك الاي بي فيكتور بتساوي ده، يعني ايه بي فيكتور للسائلين؟ يعني بي فيكتور ماينس الاي فيكتور بتساوي 2i بلس جي. يعني لو عايز احطها في شكل الكارتيزيان فور، الرقم اللي قدام الاي هو الاكس، الرقم اللي قدام الجي هو الواي صح؟ وهو مديك البي فيكتور ب 3 ونيجاتيف 1 ماينس الاي فيكتور بتساوي 2 1. تعرف تجيب لي الاي فيكتور؟ قال لي اول حاجه ودي دي السايد الثاني، يبقى عندي نيجاتيف اي فيكتور بتساوي 2 1 ماينس 3 ونيجاتيف 1. يبقى 2 ماينس 3 يديني نيجاتيف 1، 1 ماينس ماينس 1 يديني 2. يبقى انا عندي نيجاتيف الاي فيكتور بنيجاتيف 1 و2. طب الاي فيكتور تبقى بكام؟ الاي فيكتور تبقى ب 1 و2، او سوري 1 ونيجاتيف 2 هعكس الاشارات، فتبقى الانسر بتاعي 1 ونيجاتيف 2 اللي هي نمبر A. نمبر 8 بيقول لك all of the following are unit vector except unit vector يعني النورم ب 1 صح؟ مظبوط؟ هات لي النورم بتاع دي هتلاقيها طالعه ب 1، طب هات لي النورم بتاع دي هتلاقيها طالعه ب 1، طب هات لي النورم بتاع دي، دي مش هتلاقيها طالعه ب 1، طب هات لي النورم بتاع دي هتلاقيها طالعه ب 1. يبقى انت عندك كلهم يونت فيكتور ما عدا نمبر سي. نمبر 9 اكس واي فيكتور مديك المنظر ده، واي زد فيكتور ايكوال الكلام ده، زين الاكس زد ايكوال.
اولا يعني اكس واي فيكتور يعني واي ماينس الاكس ب 2 3 ويعني ايه واي زد فيكتور يعني زد فيكتور ماينس الواي فيكتور ايكوال 4 و 5. طيب حلو قوي، هو عايز ايه؟ عايز اكس زد فيكتور. ايه رايك بص كده، ايه رايك لو عملت للتو فيكتورز دول ادنج؟ ادنج يعني هجمع واي ونيجاتيف واي، واي بلس نيجاتيف واي يروحوا مع بعض، واجمع زد ماينس اكس فيكتور، زد فيكتور ماينس اكس فيكتور، اجمع دول 2 بلس 4 6 3 بلس 5 8. حلو قوي، وهو عايز ايه؟ عايز اكس زد فيكتور، واكس زد فيكتور دي يعني ايه؟ يعني زد فيكتور ماينس الاكس فيكتور اللي هي دي. طب ما خلاص ما انت جايبها اهي، تبقى ب 6 و 8 اللي هي نمبر A. نمبر 10 AB فيكتور اهي وCB فيكتور اهي، نفس الفكره بالظبط، بيقول لك عايز الAC فيكتور. تعالى هنا، يعني ايه AB فيكتور؟ يعني B فيكتور ماينس الA فيكتور بتساوي 2 و 3، ويعني ايه CB فيكتور؟ يعني B فيكتور ماينس C فيكتور بنيجاتيف 3 و 5. مظبوط؟ هنا ما تعملش بلس بقى، خليك ناصح، امال اعمل ايه؟ اعمل سبتراكت. ليه سبتراكت؟ عشان هنا لو عملت بلس هجمع ال 2 بي، وهنا مفيش حاجه هتتكنسل، انما هنا لما اعمل سبتراكت بي ماينس بي يروح مع بعض. مظبوط؟ نيجاتيف اي ماينس سي، نيجاتيف مع نيجاتيف تتحول لبوزيتيف، فيطلع نيجاتيف اي والسي بالبوزيتيف لان نيجاتيف مع نيجاتيف. بعد كده 2 ماينس ماينس 3 يديني 5، 3 ماينس 5 يديني نيجاتيف 2. يعني ايه اي سي فيكتور؟ يعني سي ماينس الاي. طب ما انا جايبها اهي ب 5 ونيجاتيف 2 اللي هي نمبر اي برضو. خلي بالك المسائل دي محتاجه تركيز، واحد يبقى لماح زيك كده. اف اي فيكتور بلس بي فيكتور بتساوي الكلام ده، ومديك الاي فيكتور، عايز البي فيكتور. طيب روح شيل الاي فيكتور حط قيمتها. خلي بالك اي وجي ده معناه ان اول رقم اللي قدام الاي ده الاكس، وتاني رقم اللي هو قدام الجي ده الواي، بلس البي فيكتور بيساوي 5 و12. هات لي البي فيكتور بقى، ودي ده السايد التاني واعكس اشارته، يبقى البي فيكتور بتساوي 5 ماينس 2 يديني 3، 12 ماينس 9 يديني 3. يبقى انا جبت البي فيكتور ب 3 و 3. هبص بعينيا مش هلاقي 3 ب 3، امال هلاقي ايه؟ هلاقي ان هو جايب لي البي فيكتور في هيئه بولر فورم، يعني انا كده محتاج اجيب البولر. طب خلاص هات لي البولر. تعالى بقى بالطريقه الجامده جدا اللي احنا لسه متعلمينها اهو، شيفت بلس عشان عايز اجيب البولر 3 كوما 3 ايكوال، اداني الار بالبوينت، فهروح اعمل شيفت اكس صح، بس اشوف السيتا بكام، هلاقيها طالعه ب 45، واعمل شيفت او الفا سوري اكس يديني 3 روت 2. يبقى انا عندي الار ب 3 روت 2 والسيتا ب 45. يبقى انا جبت السيتا ب 45 والار ب 3 روت 2. بص كده بعينيك عندك يا دي يا دي. طب هو هنا محولها لراد، ممكن تحول دي لراد، لو عايز تجيب السيتا راد، فيبقى 45 ملتبلاي باي على 180، احسب تلاقيها طالعه باي اوفر 4 فتطلع نمبر دي. سامبل نمبر 12 مديك الشكل ده، ومديك الاي فيكتور اهي والبي فيكتور اهي. بيقول لك عايز الاي بي فيكتور بكام؟ اي بي فيكتور يعني بي فيكتور ماينس الاي فيكتور. سيبك من الاشكال اللي قدامك دي ما تتخضش، اعمل بي ماينس الاي فيكتور، بي اللي هي 5 و5 ماينس 1 و3. 5 ماينس 1 يديني 4، 5 ماينس 3 يديني 2. بص بقى هنا الاشكال، يعني ايه 4 و2؟ يعني انا مشيت على الاكس 4 وطلعت على الواي 2. طب بص هنا انا مشيت على الاكس 1 وطلعت 3، ما تنفعش. مشيت هنا 5 ما تنفعش، مش هكمل. طب هنا مشيت اصلا في اتجاه النيجاتيف، لا ما تنفعش، يبقى ما عنديش غير نمبر دي. مشيت على الاكس 4 وطلعت على الواي 2، يبقى نمبر دي هي دي اللي مظبوطه. نمبر 13، اف الاي بي فيكتور بتساوي كذا والبي سي فيكتور بتساوي كذا، زين نورمال اي سي فيكتور. اولا يعني ايه اي بي فيكتور؟ يعني بي فيكتور ماينس الاي فيكتور ب 3 و 3. ويعني ايه بي سي فيكتور؟ يعني سي فيكتور ماينس البي فيكتور. يعني ايه هنا مفيش اي؟ يعني اكس ب 0. ويعني ايه بجي بس؟ يعني الواي ب 1.
تعال نعمل ادنج كده، هتلاقي دي بتروح مع دي، اللي اتفضل اتفضل سي فيكتور ماينس الاي فيكتور. طب ما سي فيكتور ماينس الاي فيكتور هي الاي سي فيكتور. اعمل بقى كده 3 بلس 0 يديني 3، 3 بلس 1 يديني 4. هات لي نورم الشكل ده، هعمل نورم الاي سي فيكتور، يعني هاخد الاكس اعمل لها سكوير بلس الواي سكوير، احسب يديك 5 اللي هي نمبر دي. نمبر 14 مديك الـ A ومديك الـ B، وبقول لك عايز نورم الـ A بلس 2B فيكتور. الـ A اهي و 2B، يبقى انا محتاج اجيب الـ 2B الاول. 2B فيكتور 2 ملتبلاي 7 14 2 ملتبلاي 1 2. حلو قوي، اجمع بقى A بلس 2B 3 بلس 14 17. نيجاتيف 2 بلس 2 يديني 0. هات لي النورم بقى بتاع الشكل ده، 17 سكوير بلس 0 سكوير تحت السكوير روت، تلاقي الانسر طالع ب 17 لينسيومت. 15 مديك الـ A والـ B، وبيقول لك نورم الـ AB فيكتور بيساوي 4، زين الـ M equal. طيب نورم الـ AB فيكتور ده معناه ان B فيكتور ماينس الـ A فيكتور، صح؟ B فيكتور ماينس الـ A فيكتور يعني نيجاتيف 1 ماينس 3 نيجاتيف 4 و M ماينس 5. تمام، هات لي النورم بتاع ده عشان تساويها ب 4. نورم يعني هاخد الاكس اعمل له سكوير بلس الواي سكوير تحت السكوير روت بيساوي 4. عشان اغير السكوير روت اعمل سكويرنج لبوث سايدز، فيبقى 4 باور 2 ب 16. يبقى كده الروت راح، فبقت نيجاتيف 4 باور 2 ب 16 بلس ام ماينس 5 الاول سكوير. ودي ال 16 السايد الثاني، 16 ماينس 16 تلاقيها طالعه ب 0، فيطلع ام ماينس 5 الاول سكوير يكوال 0. تقدر تشيل الباور 2 دي؟ هنا اقدر. اقدر ازاي؟ اخد سكوير روت ال 0 فيطلع برضه 0، فيطلع ام ماينس 5 ب 0. اودي دي السايد الثاني واعكس شريطها، يبقى الام بتساوي 5. والحركه دي ما اعملهاش غير لو الناحيه الثانيه ب 0، او عادي ممكن اعملها سكوير روت بس ما تنساش البوزيتيف نيجاتيف. تمام؟ ده لو رقم غير الزيرو يعني، فيطلع الـ M بكام؟ بـ 5. Number 16 if الـ A vector equal 3i minus 4j والـ B equal j والـ C equal كذا find value of normal A plus normal B plus normal C. هات لي normal A، هاخد الـ X اعمل لها سكوير واخد الـ Y اعمل لها سكوير، فيطلع normal A vector B 5. طب هات لي normal B. normal B هاخد الاكس اللي هي بزيرو سكوير بلس ال1 سكوير تحت السكوير روت، هتلاقيها برضو طالعه ب1. بعد كده ابص على السي هلاقيه مديها لي في شكل البولر فورم. وانت عايز ايه؟ عايز نورم. عايز نورم ايه؟ عايز نورم السي. طب ما خلاص يا عم اهو، مش انت عايز نورم السي؟ ما هو مديك اصلا، هو مديها لك في هيئه بولر، يعني اول رقم ده النورم بتاع السي وده الدايركشن. طب ما خلاص، يبقى نورم السي فيكتور ب5. خلاص اجمع دول 5 بلس 1 بلس 1 بلس 5 يديني 11، يبقى مجموع دول ب 11. نمبر 17 مديك الشكل اللي قدامك ده، ولو مش واضح عندك الانجل دي ب 30، وبيقول لك نورم ال A 4 سنتيمتر زين ال A فيكتور. هو عايز ايه؟ عايز الكارتيزيان فورم، يعني عايز الاكس وعايز الواي، صح؟ وهنا مديك الانجل دي ب 30، يبقى انت هنا مديك بالظبط شكل البولر 4 والانجل 30. محتاج الاكس ومحتاج الواي، ممكن على الكالكليتور على طول، وممكن تعمل اكس او نورم كوزاين السيتا جبت الاكس، نورم ساين السيتا جبت الواي، او تشتغل بالطريقه اللي قلنا عليها. انت معاك البولر عايز الكارتيزيان، يبقى شيفت ماينس 4.30 يديك الانسر زي ما انت شايف كده، الاكس ب 2 روت 3 والواي ب 2. 2 روت 3 و 2 اللي هي نمبر بي. بعد كده عندك البارل والبربنديكولار فيكتورز. سريعا كده افكرك بالقوانين، بارل يعني اكس 1 ملتبلاي واي 2 ماينس اكس 2 ملتبلاي واي 1 ايكوال 0. دي كده البارل فيكتورز. انما البربنديكولار يعني اكس 1 ملتبلاي اكس 2 بلس واي 1 ملتبلاي واي 2 ايكوال 2 0. وتاخد بالك لازم التو فيكتور يا اما داخلين لل 90 يا اما خارجين من ال 90،
يا اما هما الاثنين داخلين لل90 يا اما هما الاثنين خارجين من ال90 وفي البارل اهو برضو هما الاثنين لازم يبقوا سيم دايركشن. تعال ناخد اكزامبلز على الجزء ده. الاي فيكتور مديها لك اهي والبي فيكتور اهي وبقول لك التو فيكتورز ار بارل. عايز ال بارل يعني اكس 1 الاكس خلي بالك هات الاي فيكتور كده في هيئه كارتيزيان تلاقيها 1 و 3 والبي فيكتور في هيئه كارتيزيان هتلاقيها طالعه بنيجاتيف 10 وال. هو قال لك ان هم بارل ده معناه ان اكس 1 ملتبلاي واي 2 ماينس اكس 2 ملتبلاي واي 1 ايكوال تو 0 1 ملتبلاي ال يديك ال نيجاتيف 10 ملتبلاي 3 نيجاتيف 30 وفي نيجاتيف تتحول لبوزيتيف ايكوال تو 0 ودي السايد الثاني يطلع ال ال بنيجاتيف 30 فيطلع الانسر بنيجاتيف 30 اللي هي نمبر A. تعال نشوف اكزامبل نمبر 19 مديك الاي فيكتور والبي فيكتور زي ما انت شايف كده وعايز الفاليو بتاعت الكي وبيقول لك الاي فيكتور بارل للبي فيكتور. نفس الكلام بارل يعني اكس 1 ملتبلاي واي 2 ماينس اكس 2 ملتبلاي واي 1 تمام. الكلام ده ايكوال تو 0. تعالى بقى ادخل الكي على البراكت يديك 5 كي سكوير ونيجاتيف 3k minus 3 multiply 2k يديني 6k equal to 0. negative 3k و negative 6k يديني negative 9k ودي 5k square equal to 0. عايز تحلها equation ماشي عايز تاخد ال k common فيتفضل 5k minus 9 equal to 0 ماشي. هنا هتاخد ال k مرة هتسويها ب 0 وهنا 5k minus 9 equal 0 فتطلع الـ k ب 9 over 5 فالـ k تبقى ب 0. عدل اي اختيار من اللي عندك خليه 5 over 9 تمام. نشوف نمبر 20 بيقول لك الـ a vector بـ negative 10i plus kj والـ b vector i plus 3j والـ a perpendicular على الـ b عايز الـ k بكام. طيب الـ a vector هحولها للكارتيزيان يبقى نيجاتيف 10 وكي والبي فيكتور بي 1 و 3. ايه بربنديكولار على البي يعني اكس 1 ملتبلاي اكس 2 يعني نيجاتيف 10 ملتبلاي 1 بلس واي 2 ملتبلاي واي 1 ايكوال تو 0 تمام. نيجاتيف 10 ملتبلاي 1 يديني نيجاتيف 10 بلس 3 كي ايكوال 0 ودي نيجاتيف كي السايد الثاني وعكس اشارتها يبقى عندي 3 كي ايكوال 10 فتبقى الكي ب 10 اوفر 3 اللي هي نمبر دي. 21 مديك الاي فيكتور بالمنظر ده والبي فيكتور اهو وبيقول لك عايز الكي وبيقول لك الاي فيكتور بربنديكولار على البي فيكتور يبقى اعمل اكس 1 ملتبلاي اكس 2 فيديني 2 كي بلس y1 multiply y2 يعني نيجاتيف 2 الكلام ده بيساوي 0 اودي السايد الثاني واعكس اشارتها فتطلع 2k equal 2 فالk تطلع b1 اللي هي نمبر a. مديك الa فيكتور والb فيكتور الa فيكتور والb فيكتور وبيقول لك الm فيكتور equal m. تعال نشوف نمبر 22 مديك الa فيكتور والb فيكتور ومديك الm فيكتور a plus b فيكتور بيقول لك الn فيكتور ايكوال n ماينس البي فيكتور زين هل الm بربنديكولار على الn ولا بارل ولا الm ايكوال n ولا نورم الm بيساوي نورم الn. طيب اولا تعالى كده بعنينا نبص والله مش الm فيكتور والn فيكتور قدامي اهو اعمل a بلس b الاول a بلس b 20 بلس 7 يديني 27 ونيجاتيف 15 بلس 24 يديك 9 يبقى انا كده جبت الام فيكتور. بعد كده الان فيكتور هي a ماينس البي يعني 20 ماينس 7 يديني 13 نيجاتيف 15 ماينس 24 يديك نيجاتيف 39. بس تعال بقى اعمل اكس 1 ملتبلاي واي 1 27 ملتبلاي نيجاتيف 39 ماينس 9 ملتبلاي 13 احسب الكلام ده هتلاقيه طالع برقم كبير قوي كده فده معناه ده مش بزيرو ها ده طلع برقم
فخلاص دي كده ما ينفعش يقول بارل، دي ما تنفعش. طب جرب كده بقى، اعمل x1 multiply x2 يعني اعمل 27 multiply 13 plus y2 multiply y1، احسب دول كده هتلاقيها طالعه بزيرو. ما دام طلعت زيرو ده معناه ان الام بيربنديكولار على الام. حلو قوي. تعالى ناخد اخر جزء خالص، اوبريشن اون فيكتورز. كنا بنقول اوبريشن اون فيكتورز ازاي تعمل لتو فيكتورز بلس او ماينس لازم تبقى شغال يا اما جوه التراينجل يا اما جوه باريلوجرام. تاخد بالك اي بي فيكتور انا كده شغال جوه تراينجل بلس بي سي فيكتور، تمام؟ يطلع الانسر على طول السايد الثالث اوبوزيت ان دايركشن، ممكن تجيبها من الرسمه وممكن تبص هنا تكنسل لي الحرف اللي في النص فيطلع اي سي فيكتور. وهنا اي بي فيكتور بلس البي اي فيكتور اي حرفين هتعمل لهم بلس وفي واحد فيهم متشقلب، يعني اي بي بلس البي اي، واخد بالك دي اي بي ودي عكسها مقلوبها، يطلع الانسر على طول زيرو فيكتور. اي بي فيكتور هي هي بالظبط نيجاتيف بي اي فيكتور، يعني عندك اوبشن ان انت تشقلب الحروف وتغير الاشاره. خلي بالك لو قلت اي بي فيكتور بلس بي سي فيكتور بلس سي اي فيكتور فانت رجعت لنقطه الاورجن وانت بتتعامل مع ديسبليسمنت في الفيكتور، فهتبقى اكنك ما مشيتش حاجه، يعني زيرو فيكتور. طول ما انت ماشي واصل لنفس البوينت يبقى انت كده اكنك ما اتحركتش. هنا في البلس اتفقنا ان انا ممكن اشيل الحرف اللي في النص ويطلع الانسر بتاعي. طب في الماينس قالك في الماينس بقى اي بي ماينس اي سي لازم يبقى الستارت بوينت بتاعك واحد. الستارت بوينت بتاعك واحد تقدر على طول تقول لي الحرف الاخير مع الحرف التاني بتاع الاول اللي هي السي بي فيكتور، تمام؟ انما في الباريلوجرام بقى تاخد بالك لو انا قلت اي بي بلس الاي دي يساوي على طول الدياجونال بتاع الباريلوجرام، والاي بي بلس الاي دي ياخد باله برضو ان انا بقول لك هنا بيساوي تو ميديان، سواء انت شغال جوه تريانجل او شغال جوه باريلوجرام، لان كده كده الدياجونال في الباريلوجرام بيعمل بايسكت اتش اذر وبيقسمهم حتتين زي بعض، تمام؟ تمام. الترابيزيوم، الترابيزيوم لو قدرت تثبت ان التو سايدز ار بارل ونوت ايكوال يبقى انت ثبتت ان هو ترابيزيوم، تمام؟ واحنا من شويه اتفقنا ان اي بي فيكتور مش معناها ان اي ملتبلاي بي في الفيكتور، ده معناها ان بي ماينس الاي، تمام؟ تاخد بالك لو جيت على جنب هنا كده قلت لك اي بي فيكتور بلس الاي سي فيكتور في الترينجل ده فانت هتقول لي 2 الميديان، انما لو زودت اي رقم 3 مثلا هنا و4 هنا فانت مش هتقول لي 2 الميديان، امال هتقول لي ايه؟ هتقول لي 7 الميديان. طب جت منين؟ حضرتك بتجمع الكوفيشن اللي قدام التو سايدز التانيين، حسب بقى الارقام اللي هنا تجمعهم يديك العدد بتاع اللي مضروب في الميديان. بعد كده في نوت هنا عشان تثبت ان الشكل بتاعك ترابيزيوم فلازم الاول تثبت ان هما ان التو اوبزيت سايدز بارل اند نوت ايكوال ان لينث. اي كواد حضرتك اهو الكواد قدامك اي بي بلس بي سي بلس سي دي على طول اي بي بي سي سي دي ياخد على طول السايد المختلف او الاخير اوبزيت ان دايركشن، ولو لفيت لفه كامله ورجعت لنقطه الاصل يبقى انت كده بيساوي زيرو فيكتور. ده في اي كواد، اي كواد، اي بوليجون، اي بوليجون، تمام؟ زي ما انت شايف اهو، حتى لو بنتاجون، حتى لو هيكساجون. بس في الهيكساجون عندك اوبشن كده معين، ان انا لو عندي اي تو في الريجولار هيكساجون، لو عندك اي تو سايدز بارل لبعض عملت لهم بلس بنفس الدايركشن سي دي بلس الاي اف مثلا يطلع على طول البي اي، يطلع الدياجونال البارل ليهم بنفس الدايركشن. بعد كده عندك ازاي تعمل بروف ان الشكل بتاعك باريلوجرام، لازم تثبت ان تو لازم تثبت ان تو اوبزيت سايد ار بارل اند اتش تو اوبزيت سايد ار ايكوال ان لينث اند تو اوبزيت سايد ار بارل اند ايكوال ان لينث. ده هي نفس الكلام، والتو دياجونال بايسكت اتش اذر بيقسموا حتتين قد بعض، تمام؟ انما لو عايز تثبت ان الشكل بتاعك او اي شكل من الاشكال دي زي ريكتانجل زي رومبس زي سكوير لازم الاول تثبت ان هو باريلوجرام وبعد كده تثبت ان هو اي حاجه من الاشكال دي، تمام؟ يعني مثلا لو عايز تثبت ان هو ريكتانجل فانت الاول هتحتاج انك تثبت التو ادجيسنت سايد ار بربنديكولار اند ذا تو دياجونال ار ايكوال ان لينث. لو عايز تثبت ان الشكل بتاعك رومبس فلازم تثبت ان الادجيسنت سايد ار ايكوال والتو دياجونال ار بربنديكولار. هنشوف بقى اخر جزء معانا في الحل، بنديك الاي فيكتور والبي فيكتور والسي فيكتور وبيقول لك دول فيرتيسيز
بتوع باريلوجرام. فايند كوردينيت اوف ذا فورس فيرتكس دي. عندك باريلوجرام اهو الاي والبي والسي والدي. الاي ب 3 و 4 والبي ب 5 ونيجاتيف 1 والسي ب 2 ونيجاتيف 2 والدي انت عايزها. طب ما خلاص مش ده باريلوجرام حضرتك اللي قايل لي. يبقى انا عندي H2 opposite side يعني الاي بي فيكتور والدي سي فيكتور لازم تاخد الدايركشن بالظبط. اي بي فيكتور ودي سي فيكتور ايكوال لبعض، واي بي فيكتور يعني بي فيكتور ماينس الاي فيكتور، ودي سي فيكتور يعني سي ماينس الدي فيكتور. تعال بقى بي ماينس الاي يعني 5 ماينس 3 يديني 2، ونيجاتيف 1 ماينس 4 يديني نيجاتيف 5، سي ماينس الدي يعني 2 ماينس اكس، ونيجاتيف 2 ماينس واي. خلاص ساوي بقى، ساوي بقى الاكسات ببعض والوايات ببعض. 2 ماينس اكس بتساوي 2، ونيجاتيف 2 ماينس واي بتساوي نيجاتيف 5. هات من هنا الاكس ودي السايد الثاني 2 ماينس 2 ب 0، فعلى طول الاكس ب 0. وهنا ودي السايد الثاني نيجاتيف 5 بلس 2 يديني نيجاتيف 3، فيبقى نيجاتيف واي ايكوال نيجاتيف 3، فالواي تبقى ب 3. يبقى الاوردر بير بتاع الدي ب 0 و 3. حلو كده تمام. 24 مديك الشكل اللي قدامك ده وبيقول لك الاي از ميد بوينت اوف اي دي زي ما انت شايف، واي بي بلس الاي سي عايز يعمل بروف ان الاي بي بلس الاي سي ايكوال 2 اي بي بلس 2 اي سي. طيب اولا اي بي بلس الاي سي ادي الاي بي وادي الاي سي. اي بي بلس الاي سي انا كده شغال في الليفت هاند سايد، اي بي بلس الاي سي بتساوي 2 الميديان. فين الميديان؟ 2 الاي دي. طيب حلو قوي، حلو قوي قوي. عندي هنا 2 الميديان اللي هو 2 الاي دي. تاخد بالك ان الميديان ده، الميديان اللي هو الاي دي ده، هو مش عباره عن اي اي بلس الاي دي. مظبوط، الاي دي كلها هي عباره عن اي اي بلس الاي دي مضروبه في كام؟ في 2. طب ما حلو خلاص تمام زي الفل. ده كده الليفت هاند سايد. تقدر تدخل التو على براكت؟ اقدر برضو ادخل التو على براكت بس اقف لحد هنا. تعال بقى امسك الرايت هاند سايد. رايت هاند سايد 2 اي بي بلس 2 اي سي، ادي الاي بي وادي الاي سي صح؟ ايه رايك لو خدت ال2 كومون؟ فبقى عندي اي بي بلس الاي سي. اي بي بلس الاي سي يساوي 2 الميديان برضو. 2 الميديان اللي هو كام؟ 2 الاي دي. طيب 2 اي دي ملتبلاي 2 يديني 4 اي دي. حلو قوي، انا جبت الرايت هاند سايد ب 4 اي دي. طب بص معايا حضرتك كده، هو انا مش هنا اقدر اشيل الاي اي احط مكانها اي دي؟ لان اصلا الاي هي ميد بوينت للاي اي والاي دي. يعني عندك الاي اي بتساوي الاي دي، فانا اقدر اشيل الاي او الاي اي هنا واحط مكانها اي دي، فيبقى اي دي بلس الاي دي وقبليها 2 ما تنساش. اي دي بلس اي دي يديني 2، اي دي مضروبه في 2. طب ما 2 اي دي مضروبه في 2 يديني برضو 4 اي دي اللي هي دي. يبقى انت جبت الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد، يبقى انت عملت بروف مظبوط. 25 بديك الشكل اللي قدامك ده وبيقول لك الشكل اللي قدامك ده ترابيزيا اي بي او سوري الاي دي بلس البي سي. تاخد بالك من الدايركشن بيساوي كام واي اكس؟ وهو قال لك ان الواي اكس هنا او الاكس واي قسمه هنا حتتين قد بعض وقسمه هنا حتتين زي بعض. لما يبقى عندك خط قاسم في الترابيزيا حتتين زي بعض السايد اللي قدامه، يبقى دايما هو 2 الاي دي بلس البي سي يساوي 2 ال AD بلس ال BC. حلو؟ حلو، يعني AD بلس BC يساوي 2 الخط البرى ليهم اللي قاسم السايز اللي قدامه حتتين زي بعض دول. طيب حلو قوي، يبقى انا عندي AD بلس BC. خلي بالك AD بلس BC تساوي 2، انا قايل AD بلس BC فاقول 2 ال XY لان انا بتعامل مع فيكتور. طب هو هنا بقى قايل لك YX،
شقلب دول، فبدام شقلب دول يشقلب الإشارة، فبدل ما تبقى 2 تبقى نيجاتيف 2 اللي هي نمبر ايه. تمام؟ 26 مديك المنظر اللي قدامك ده وبيقول لك الشكل ده ترابيزيوم، عايز الفاليو بتاعة الواي. طيب الشكل بتاعك ترابيزيوم اهو اهو، قال لك اسمه ايه؟ ايه بي سي دي. تمام؟ مديك الفيرتسيز بتاعتك 7 ونيجاتيف 1 و 3 ونيجاتيف 1 و 2 و 1 و 5 واي. تمام؟ قال لك الاي دي بارل للبي سي، وانت مغمض. اي دي بارل للبي سي ده معناه ان الاي دي فيكتور لازم اجيبها دي ماينس الاي، دي ماينس الاي 5 ماينس 7 يديني نيجاتيف 2، واي ماينس نيجاتيف 1 يديني واي بلس 1. حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. بعد كده هحتاج اجيب البي سي اللي هي سي ماينس البي. سي ماينس البي يعني 2 ماينس 5 نيجاتيف 3، 1 ماينس 2 ماينس 3 يديني نيجاتيف 1، 1 ماينس ماينس 1 يديني 2. وما دام هما بارل، الاي دي بارل للبي سي، يعني لو عملت اكس 1 ملتبلاي واي 2 ماينس واي 1 واي 1 ملتبلاي اكس 2 يديني 0، يعني نيجاتيف 2 ملتبلاي 2 يديني نيجاتيف 4. مظبوط؟ ماينس واي 1 بلس 1 ملتبلاي نيجاتيف 1 يديني نيجاتيف واي ماينس 1. الكلام ده ايكوال تو 0، دخل النيجاتيف على براكت يبقى عندي نيجاتيف 4 بلس واي بلس 1 ايكوال 0. نيجاتيف 4 بلس 1 يديني نيجاتيف 3 بلس الواي ايكوال 0، وادي السايد الثاني فتبقى الواي ب 3، يبقى انت جبت الواي اللي هو عايزها. نمبر 27 مديك تراينجل اي بي سي، بيقول لك الاي بي ماينس سي بي بلس الاي سي ايكوال. لو بصيت بعينيك هتلاقي دي نيجاتيف وما عندهمش نفس الستارت بوينت. ما عندهمش نفس الستارت بوينت يبقى مش هينفع اشتغل بالرول بتاعه الماينس. امال ينفع اعمل ايه؟ لو بصيت برضو بعنيك لازم تبقى لماح مع الفيكتور. هنا بي وهنا سي، ايه رايك لو شقلبت الحرفين دول مع بعض خليتها بي سي وغيرت الاشاره بتاعه النيجاتيف خليتها بوزيتيف، هل ده ينفع؟ ينفع. بلس الاي سي فيكتور، يا حلاوه، ما خلاص اهي اي بي بلس البي سي يديني الاي سي فيكتور بلس اي سي فيكتور. طب اي سي بلس اي سي يديني 2 اي سي فيكتور اللي هي نمبر سي. 28 بيقول لك ايه في الام از ميد بوينت اوف اكس واي، انا عندي فيكتور اسمه اكس واي والميد بوينت بتاعتي هنا ام، ميد بوينت يعني اسمى الحتتين دول حتتين قد بعض. وقال لك والله واي ام بلس اكس ام ايكوال اي، والله هي هتطلع زيرو فيكتور. عرفت منين يا مستر؟ عشان هما الاثنين اوبوزيت ان دايركشن ورايحين لنفس البوينت. ممكن واحد تاني يقول لي هما مش الام ميد بوينت، يعني الاكس ام فيكتور بتساوي ام واي فيكتور. دخل دي بقى السايد التاني واكس اشارتها، يبقى عندي اكس ام فيكتور ماينس ام واي فيكتور. مظبوط؟ اعمل بقى هنا الكلام ده المفروض بيساوي زيرو فيكتور، دي بالنيجاتيف. ايه رايك لو عكست اشارتها وغيرت التو سيمبلز دول بدلت اماكنهم، بقى عندي واي ام فيكتور بلس اكس ام فيكتور بتساوي زيرو فيكتور، اهي اللي هو مديها لي بالظبط، فيطلع الانسر بتاعي زيرو فيكتور. تعال نشوف اكزامبل نمبر 29. بيقول لك اي بي سي دي از باريلوجرام، ادي باريلوجرام اسمه اي بي سي دي، وبيقول لك الاي سي انترسكت البي دي ات ام، هما الاثنين بيتقابلوا في نقطه اسمها ام. طيب ده باريلوجرام يعني الحتتين دول قد بعض والحتتين دول قد بعض. قال لك الاي بي فيكتور بلس الاي دي فيكتور ايكوال، طبعا اي بي فيكتور بلس اي دي فيكتور اقدر اقول له من غير اصلا ما ابص على التشويسز، اي سي فيكتور اقدر اقول له 2 اي ام فيكتور، او اقدر اقول له 2 ام سي فيكتور. كل ده كلام مظبوط. تعال نبص بقى انهي في الاختيارات، هل هي سي اي؟ لا. طب بي دي؟ لا. طب 2 ام سي؟ دي صح، جايبها حتى هو. طيب اكزامبل كمان، ريزلتنت اوف فورسز. ريزلتنت اوف فورسز يعني مجموع الفورسز،
مجموع الفورسز بتاعتي مديك اكتر من فورسز باي شكل من الفيكتور، سواء كانت كارتيزيان سواء كانت بولر سواء كانت فاندمنتال، وبقول لك هات الريزلتنت، فانت هتجمع لي الثري فيكتورز او الثري فورسز بتوعك. ولو جيت قلت لك الفورسز بتاعتك ار ايكوال ان ماجنتيود اند اوبزيت ان دايركشن، ده معناه ان الريزلتنت بتاعتهم بزيرو. ولو جيت قلت لك الريزلتنت اوف سيستم اوف فورسز ميتنج ات وان بوينت، ده معناهم ان الريزلتنت بزيرو. او جيت قلت لك السيستم ار ان ايكليبريم بتاع الفورسز، ده معناه برضو ان الريزلتنت بزيرو. تعال نشوف اكزامبل على الكلام ده. بيقول لك فايند نورم اوف ريزلتنت، مديك اف1 ومديك اف2. طيب هو عايز ايه؟ عايز نورم اوف ريزلتنت، يعني عايز النورم بتاع الريزلتنت. طب ما انا معايا اف1 اهي صح، بس هنا في هيئه ها فاندمنتال، فانا محتاج اجيب النورم بتاع دي. هات لي كده النورم بتاع الاف1. نورم يعني هاخد نيجاتيف 3 باور 2 بلس روت 3 باور 2. احسب الكلام ده يديك 2 روت 3. دي كده النورم بتاعها طلع ب 2 روت 3. وهنا هو مديك النورم، مديكش اصلا الهيئه بتاعت الاف 2 نورم وسيتا. طب ما خلاص انت مديني النورم بتاع الاف 2 صح؟ مديهولي بكام؟ ب 6. طب ما خلاص مش معاك النورم بتاع الاف 1 ومعاك النورم بتاع الاف 2، اجمعهم تجيب النورم بتاع الريزلتنت 2 روت 3 بلس 6. بس خلاص يبقى انت كده جبت النورم بتاع الريزلتنت. تعال نشوف اخر جزء الريلاتيف فيلوسيتي. الريلاتيف فيلوسيتي كنا دايما بنقول لو انت عندك الريلاتيف فيلوسيتي بتاعتك بتاعت اي حاجتين سيم دايركشن، فالقانون بتاعك في اي بي بيساوي في اي ماينس في بي. قال لك سيم دايركشن فده القانون، ما قالش يبقى هو برضو ده اللو بتاعك، انما قال لك اوبزيت دايركشن، فيبقى القانون ده بدل ما هو بالنيجاتيف يبقى بالبوزيتيف، واللي هو في الاول هو اللي بيبص على الحاجه الثانيه اللي ماشيه. تعال نشوف اكزامبل على الكلام ده، وده اخر اكزامبل ان شاء الله معانا. VA equal 25 و VB equal negative 10، then VAB equal VAB، ولا قال opposite direction ولا قال same direction، فانا هكتب القانون بتاعي اللي هو الستاندر VA minus VB، روح عوض VA بنيجاتيف او سوري ب 25 minus VB اللي هي بنيجاتيف 10. احسب الكلام ده يديك positive 35 E هات اللي هي نمبر A. وبكده بفضل الله نكون خلصنا الريفيجن بتاعتنا. يا رب اكون فدتك بقدر كافي. لو عندك اي مشكلة او اي استفسار، ده رقم السبورت تيم الخاص بينا، ودي رقم لو عندك اي مشكلة تقدر تتواصل معانا على الارقام دي. اشوفكم على الف خير ان شاء الله. باي باي. دلوقتي مع باشمهندس محمد علاء. ميز نفسك واحضر في اقرب مكان ليك، في الشيخ زايد او اكتوبر او شبرا او الهرم او التجمع او مدينة نصر او مصر الجديدة. مع باشمهندس محمد علاء هتقفل ماث بدون عناء. للحجز والاستفسار